طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يا شباب، كنا اتكلمنا في آخر مرة، خلصنا الدكتور صح؟ حد شاف لسه في البرنامج في المجموعة دي ما شرحناهوش. طيب ماشي. طيب حد شاف الفيديو بتاع ال بتاع ايه؟ بتاع الكريتيشن نكروزز؟ مش مشكلة. حد حل الام سي كيو اللي احنا خدناه امبارح؟ مش مشكلة. حاضر. المهم يعني الفيديو بتاع الام سي كيو محلول جاهز على اليوتيوب. خلونا ناخد نبدا الاول بالابوبتوزس وانت بعيد في البرنامج. حد بس يقفل الباب معلش. فاطمه قدام بس. خلونا نبدا على طول ب الابوبتوزس. بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا المره اللي فاتت ان النكروزس يعني ايه؟ امتى اقول ان ده نكروزس؟ لما يتوفر ثلاث شروط. يموت شويه خلايا كتار، مجموعه من الخلايا كتار. يكونوا ميتين بسبب انجيريوس ايجنت، مش ميتين لوحدهم. ان هم يكونوا ميتين وزن ليفنج بودي. الثلاث شروط دول لما يتوفروا اقول ان حصل نكروزس وعرفنا شويه انواع دول. تمام؟ طيب. والنكروز معمول بانجيريوس ايجنت. ايه هي شروط الانجيريوس ايجنت اللي تعملي نكروزس؟ سيفير فور برونج ديوريشن. تمام؟ طيب هل النكروزس ده دايما بيحصل بسبب انجيريوس ايجنت؟ فدايما النكروزس ده حاجه باثولوجيكال. تمام؟ طيب. قال لك بما ان احنا بنتكلم عن موت خلايا، هنقارن كده النكروز بحاجه اسمها ابوبتوزس او حاجه اسمها ابوتوزس. ابوتوزس يعني تساقط، يعني بعض الخلايا كده هتموت. يعني ايه بقى ابوبتوزس؟ الابوبتوزس ده اول حاجه ممكن يحصل فيسيولوجيكال، ممكن يحصل باثولوجيكال. يعني ممكن يحصل بسبب انجيريوس ايجنت اهو، بس كمان ممكن يحصل عمليه فيسيولوجيه عاليه خالص. تمام؟ طيب ويعني ايه برضو ابوبتوزس؟ موت خليه واحده او يكاد يكون ثلاث اربع خلايا جنب بعض كده. جاست موت كلاسترز اوف سيلز. تمام؟ طيب برضو زين ليفنج بادي وكل حاجه، بس ممكن يحصل بانجيريوس ايجنت وممكن يحصل فيسيولوجيكال عاليه خالص. تمام؟ والابوبتوزس ده بنسميه السيل سوسايد او البروجرام سيلز. يعني عشان يتم لازم شويه حاجات تحصل. تعالوا نفهم الموضوع ده بكل بساطه. اول حاجه الجسم بتاعي عشان الخليه تموت كده، هي لوحدها خليه بس او اثنين ثلاثه جنب بعض، لازم الجسم يقرر ان الخليه دي يا اما ديزيز يا اما انسيسري. يعني الخليه دي خلاص بقت مريضة أو حصل فيها ديزيز أو أنا معدتش محتاجة أجهزها. تمام؟ طب شباب ممكن تطلعوا قدامكم شوية بالتمشي؟ اطلعوا بس قدام شوية بس. صف كامل قدام لو حد عايز يجي فيه. كله قاعد؟ عشان يحصل ابوبتوزس لازم الجسم هيقرر ان الخليه دي يا اما انا ما عدتش محتاجها، وهو ده على فكره الجزء اللي فيه فيسيولوجيكال. يعني ايه خليه ما عدتش محتاجها؟ الخليه بتاع الاندوميتريوم لما ما حصلش فيرتلايزيشن، الخليه بتاع الاندوميتريوم مش عمال يكبر مع مرور الايام في المنستر سايكل، بس ما حصلش فيرتلايزيشن، هل انا عدت محتاج الاندوميتريوم ده؟ لا، تقوم الخلايا بتاعته ميته من الابوبتوزس وتقع از المنستر بلاد. تمام؟ دي خلايا قعدت انسيسري اثناء الامبريوجينيسيس. مثلا الخلايا اللي مربطه الصوابع بتاعتي دي، ليه انا الصوابع بتاعتي ما طلعتش زي البط لالتقاء في بعض؟ لان حسب الخلايا ديت اللي ما بين الصوابع حصل لها فيسيولوجيكال ابوبتوزس. تمام؟ هنا الجسم قرر ان الخلايا دي ما عادش محتاجها. طب في حاله ثانيه ممكن الجسم قرر ان الخليه دي بقت ديزيز، تخيلوا مثلا معايا هيباتوسايت دخل جواها مثلا هيباتيتس سي فايروس. تمام؟ هنا الخليه
الخليه اللي دخل جواها بس دي هيباتيتس سي فيروس، الجسم يقرر ان هي ديزيز، فيبدا فيها شويه تفاعلات كده يخليها يحصل لها سيل سوسايد او تموت. خليني فرق ما بينه وما بين الجلوكوز لحد ما شويه كده. طيب احنا قلنا خلاص الجسم قرر تفاعل، الجسم قرر ان الخليه دي بقت انسيسري او الخليه دي ديزيز وعايزين نموتها، نموتها هي بس او يا دوب نموتها هي والاثنين اخوات اللي جنبها. ما فيش حاجه بالظبط هي الجسم لما يقرر سواء ان الخليه دي ما عادش محتاجها او الخليه دي بقت ديزيز، فيعمل فيبقى يعمل ليها ابوبتوسس. طب هيعمل ليها ابوبتوسس عن طريق ايه؟ في اثنين باسوي، حاجه اسمها انترنسك باسوي وحاجه اسمها اكسترنسك باسوي. الاثنين باسوي دول في الاخر هينتهوا انه هيشجع شويه انزيمات جوه السيتوبلازم. هيشجعهم ازاي؟ عن طريق جينيتك اكتيفيشن. الانزيمات اللي جوه السيتوبلازم دي اسمها كاسبيزز. وانس ان الانزيمات اللي جوه السيتوبلازم دي حصل لها اكتيفيشن بالجينات، فهي تبدا تاكل الخليه، تاكل النيوكلس وتاكل كل حاجه، والخليه يحصل لها انتحار او ما يسمى به الابوبتوسس. طيب برضو الجسم قرر ان هي ديزيز او انسيسر. ايه هو الانترنسك باسوي وايه هو الاكسترنسك باسوي؟ الانترنسك باسوي بيقول لك الجسم لما يقرر مثلا الخليه دي ما عادش محتاجه او ان الخليه دي ديزيز، يسحب حاجه اسمها جروس فاكتورز من الخليه. يعني ايه جروس فاكتورز؟ فاكتورز بتحافظ على الاستابيليتي بتاع الخليه، هي اللي مخليها الخليه حيه. بعض الفاكتورز وبعض المواد كده لما الجسم يعمل لها ويزدرول او يحصل لها ديبليشن من جوه الخليه، تبدا الميتوكوندريا دي تسرسل الماده من جواها كده اسمها سيتوكروم سي. تمام، هي سيتوكروم سي لما تطلع جوه السيتوبلازم تعمل لي جينيتك اكتيفيشن للانزيمات اللي موجوده جوه السيتوبلازم بس مش متاكتفه. الانزيمات دي موجوده جوه السيتوبلازم بتاع كل الخلايا بس مش متاكتفه، ما بتتاكتفش الا في الحاله دي سواء الانترنسك باسوي او الاكسترنسك باسوي. فهنا سيتوكروم سي لما يطلع يخلي بعض الجينات، يعني يعمل شويه حاجات كده في الدي ان اي والجينات، يخلي الكاسبيز دي يحصل لها اكتيفيشن. وانس ان الكاسبيز انزيمز في السيتوبلازم دي يحصل لها اكتيفيشن تبدا تضم كل الخلايا. ده اللي اسمه انترنسك باسوي، لان كل الموضوع كان من جوه الميتوكوندريا جوه الخليه، اسمه ميتوكوندريال او انترنسك باسوي. طيب الجسم قرر ان الخليه دي بقت انسيسري او ديزيز سيلف، فعايزين نموتها، بس المره دي هنموتها بالاكسترنسك باسوي. ايه هو الاكسترنسك باسوي بقى؟ كل الخلايا بتاعه جسمنا عليها ريسبتور كده اسمها ديس ريسبتور. الريسبتور دي ما لهاش اي لازمه الا لو مسك فيها الماده المعينه بتاعتها. تمام، طب امتى الماده المعينه بتاعتها دي هتمسك فيها؟ لما الجسم يقرر ان الخليه دي عايزين نموتها بالابوبتوس او نعمل لها ديس. تمام، فبيقول لك وانس ان الماده دي لزقت في الديس ريسبتور بتاعها على الخليه هيحصل جينيتك اكتيفيشن للكاسبيسز. الكاسبيسز وانس انها اشتغلت تبدا تضم لي كل حاجه في الخليه من ميتوكوندريا والاورجانيلز والنيوكلس، والخليه يحصل لها ما يسمى به الابوبتوسس. فهمتوا كده تشرش يعني ايه ابوبتوسس؟ انا ما يهمنيش الكلام ده. طيب ايه اللي هيحصل بقى لما الخليه الكاسبيسز، ايه اللي هيحصل بقى لما الكاسبيسز يعني يحصل لها يعني اكتيفيشن؟ الخليه بعد شويه هتقعد تكشف الحجم، النيوكلس تقعد تتكسر، الخليه يبدا يظهر معاها حاجه اسمها ايه؟ شايفين الوظويف دي؟ اسمها سيتوبلازمك بليبس. عارفين البليبس دي لما تنفصل بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي حاجه اسمها ابوبتوتيك بودي. طب عارفين ايه مصير الابوبتوتيك بودي ده؟ انه هيتاكل بشويه الماكروفاج في المنطقه، يعني الخليه بقت شويه فتفيت شويه ابوبتوتيك بودز وهيتاكلوا الماكروفاج. هل كده الخليه ماتت؟ اه الخليه كده بقى. هو ده الابوبتوسس بكل بساطه. تمام؟ طيب انا اللي يهمني بقى جدول المقارنه ما بين الابوبتوسس والنكروزس، وهو ده اللي هيهمني في الامسك. اول حاجه النكروز ده بيحصل لمجموعه من الخلايا، انما ده بيحصل غالبا لخليه واحده. تمام، ده اللي مسؤول عنه. اللي مسؤول عن النكروزس، لو حد فاكر اللايزوزوما الانزيمز اللي كانت اتاكتيفيت بايه؟ بالكالسيوم. ايه اللي كان موت الخلايا هناك؟ مش كانت احد اهم الميكانيزمات اللايزوزوما الانزيمز اللي متاكتفه بالكالسيوم؟ اللايزوزوما الانزيمز من جوه اللايزوزومز، انما اللي حصل هنا سيتوبلازميك انزيمز اللي اسمها ايه؟ اسمها كاسبيزس، متاكتفه بايه؟ متاكتفه جينيا. تمام ولا مش تمام؟ طيب الابوبتوزس هل بيحصل مشكله في الاي تي بي؟ هل احنا جبنا سيره الاي تي بي من شويه؟ انما كانت اصلا اللي بدا النكروزس
ان حصل لي هايبوكسيا سيفير هايبوكسيا، فبالتالي مفيش اي تي بي خالص. تمام ولا مش تمام؟ طيب الخلايا في النكروزس، الخلايا اتفقنا ان النكروزس ده زي ما يكون كده ايه يا شباب، المرحله اللي بعد الكلاود سويلنج، اللي بعد الهيدروبيك، اللي بعد الفات تشينج، هي المرحله الاعلى خالص. فاصلا يعني لو الانجيريس ايجنت كان مايلد والقوه بتاعته عماله تزيد تزيد تزيد، فالخلايا يحصل فيها هيدروبيك ديجنريشن، بعد كده فات تشينج، بعد كده نكروزس. اقصد الخليه جايه من مراحل هي عماله تنتفخ 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 لحد ما هتربشر خالص في النكروزس. تمام؟ فاقصد الخلايا النكروتيك بتبقى سوالون، انما على عكس الابوبتوزيس الخلايا بيحصل لها شرانكج وبتبدا النيوكلس تتفتت وتتحول لشويه ابوبتوتيك بروسس. تمام؟ فالخلايا هنا شرانكج انما هنا سوالون. تمام؟ طب السيل ميمبرين هنا بيتدمر؟ اه بيتدمر، ده كان احد الانزيمات اسمها فوسفولايبيزس. انما هل السيل ميمبرين هنا اتدمر؟ السيل ميمبرين زي ما تقول كده جاست اتوزع، يعني كانت خليه كبيره وسيل ميمبرين اهو، جاست السيل ميمبرين اتوزع على ايه؟ على كل ابوبتوتيك بودي، وكل ابوبتوتيك بودي هيتاخد بالماكروفاج يحصل له فاجوسايتوسيس. تمام ولا مش تمام؟ السيل ميمبرين هنا لحد ما انتكت، لحد ما يتوزع او يحصل له سيبريشن على حوالين كل ابوبتوتيك بودي. تمام؟ هل بيبقى حوالين الحته النكروتيك انفلاميشن؟ اه تكوين الزون الانفلاميشن كانت بتحاول تحط النكروتيك. ليه؟ لان بعض الخلايا ربشرت وطلعت من جواها مواد كيميائيه جذبت للانفلاماتوري سيلز، حوطت لي حوالين المنطقه النكروتيك. تمام؟ فالمنطقه النكروتيك حواليها انفلاميشن. انما هل المنطقه فعلا بتوز حواليها انفلاميشن؟ لا. ليه؟ سبب ايه؟ اول حاجه ان الخليه السيل ميمبرين ما بيتدمرش، هو جاست بيتوزع، انا جاست بطلع ابوبتوتيك بلبس كده والبلب السيل ميمبرين بتاعها اتحوط عليه بقت ابوبتوتيك بودي. فاهمين ازاي؟ يبقى هل كده اصلا انا فتحت الانتيريور بتاع الخليه على الشارع؟ المحتويات بتاع الخليه او المواد الكيميائيه اللي جوه الخليه، هل انا فتحتها على الشارع نتيجه ان انا دمرت السيل ميمبرين؟ لا، ده جاست ايه؟ السيل ميمبرين اتوزع على ابوبتوتيك بودي. هل طلع مواد كيميائيه عشان تجذب لي انفلاماتوري سيلز؟ لا. فاول سبب مفيش انفلاميشن في الابوبتوزس ان السيل ميمبرين از انتكت جاست، بس اتوزع على كل ابوبتوتيك بودي. تاني سبب ان الابوبتوتيك بودي ده على طول بيحصل له فاجوسايتوزس بالماكروفاج بسرعه، يعني فما يلحقش يتكون الانفلاميشن. الكلام ده مهم قوي، ماشي؟ دايما النكروزس ده عمليه باثولوجيه، انما ده ممكن يكون فيسيولوجيكال او باثولوجيكال. هنا في جين اكتيفيشن، هنا مفيش اي جين اكتيفيشن. هنا الانزيمات جايه من اللايزوزومز ومتاكتبه بالكالسيوم، هنا الجينات جايه من جوه السيتوبلازم اللي هي تحديدا اسمهم كاسبيسز ومتاكتبين جينيا. سواء بقى الخليه قررت هتاكتفهم سواء بالميتوكوندريال باسوي اللي هو انترنسك باسوي، او هتاكتفهم بالاكسترنسك باسوي. مفهوم الابوبتوزس؟ حد فيه عنده مشكله؟ طيب نص الشابتر الثاني بيتكلم على الحاجات اللي هتتجمع جوه الخلايا ما بين الخلايا والكلام ده كله. اول ماده عندنا ممكن تتجمع اسمها ميوسين. كل اللي عايزه فيها الميوسين ده لو اتجمع جوه الخليه حاجه دي اسمها ميوكويد ديجنريشن. الميوسين لو اتجمع بره الخلايا او ما بين الخلايا في الكونكتيف تيشو ما بين الخلايا اسمها ميكزيميتس ديجنريشن. ده اللي انا عايزه. تمام؟ طب الميوسين لما يتجمع جوه الخليه، مش الخليه ليها نيوكلاس؟ افرض كميه الميوسين دي كانت كتيره قوي قوي قوي، فممكن تتجمع تزق لي النيوكلاس لوان سايد، تعمل لي نفس السيجنت رينج ابييرنس. يبقى السيجنت رينج ابييرنس اوف السيل ممكن يحصل في حالات ايه؟ الفات تشينج والميوكويد ديجنريشن. فات كتير قوي اتجمع جوه الخليه زق لي النيوكلاس تو وان سايد، او ميوسين كتير قوي اتجمع جوه الخليه زق لي النيوكلاس تو وان سايد. تمام؟ وبيحصل في حالات ايه ممكن نعرفها برضو لو حد فاكر الكاتارا انفلاميشن. عارفين الكاتارا انفلاميشن زي ايه؟ الكومون كولد، البرد العادي. البرد العادي ان الخلايا بتاعت الريسبيراتوري تراكت او بتاعت النوز تتملى ميوسين، وانا ابدا ارشح بقى لان هي مليانه ميوسين. فاحد امثله الميوكويد ديجنريشن ان ممكن يحصل في الابيسيلا بتاع الريسبيراتوري تراكت في حاله الكاتارا الانفلاميشن او في حاله الكومون كولد. هو ده بس اللي انا عايزه من الميوسين. مفهوم الميوسين؟ يبقى تجميع الميوسين بين الخلايا في الكونكت اسمه ايه؟ ميكزيميتس ديجنريشن. انما تجميع الميوسين جوه الخلايا ميوكويد ديجنريشن، وده ممكن ينتج عنه سيجنت رينج ابييرنس، وده بيحصل في الخلايا بتاعت الريسبيراتوري تراكت في حاله الكومون كولد. تمام؟ طيب تعالوا بقى نبدا موضوع لطيف قوي اسمه اميلويدوزس. يعني ايه اميلويدوزس؟ من اسمه كده ان انا هجمع ماده اسمها ايه؟ اميلويد ماتيريال. هجمعها فين؟ اول سؤال واهم سؤال في الاميلويدوزس، الماده الاميلويد ماتيريال دي بتتجمع بين الخلايا. ما هو لما اقول لك ان الماده اتجمعت بره الخلايا هيها اتجمعت بين الخلايا، يعني خليه ايه وخليه ايه، الاميلويد ماتيريال بتتجمع هنا بين الخلايا او بره الخلايا. تمام؟ طب ليه سموها اميلويد ماتيريال؟ لان هي لها خصائص صبغيه شبه الاميلم،
ايه هي الاميلام دي؟ هي النشا. تمام. هل الاميلودوز ده مرض؟ لا ده مش مرض، ده كومبليكيشن بتحصل مع بعض الامراض، يعني ده في حد ذاته مش مرض. مفيش حاجه اسمها حد جاله اميلودوز، انما في حد مثلا كان عنده روماتويد ارثرايتس، والروماتويد ارثرايتس كون لي اميلود ماتيريال اتجمعت ما بين المواد فبقى عنده اميلودوز. فاهمين ازاي؟ يبقى الاميلودوز از ا كومبليكيشن. طب تمام، طب ايه المشكله لما ماده تتجمع ما بين الخلايا؟ يعني ايه المشكله ما تتجمع؟ يعني المشكله ان هي لما تقعد تتجمع مره في مره في مره في مره هتعمل لي بريشر على الخلايا اللي جنبها، تفضل تقعد بقى تموت الخلايا اللي جنبها مثلا، او تعمل فيها اتروفي او الكلام ده كله. فهي مشكلتها ان هي لما تكتر قوي في تجميعها ما بين الخلايا هتزق لي على الخلايا النورمال، الخلايا النورمال ممكن تموت او تخسر الفانكشن بتاعتها لان في ماده عماله تعمل بريشر ما بينها. فاهمين الكلام؟ تعال نقول حكايه كده، وليه سميناها اميلود ماتيريال؟ بيقول لك زمان اكتشفوا ايه؟ زمان مثلا لقوا ناس كتير بتموت مش عارفين بتموت ليه، فقاموا واخدين مثلا الليفر بتاعهم شافوه بعين المجرده، لقوا الليفر فيه شويه مواد ايه؟ شويه مواد لون الشمع كده واكس. تمام. فالراجل قال لك ايه؟ طب انا احاول اسبغه كده، فحط عليه ايودين، والايودين اصلا لونه ايه؟ لونه براون. فالحته في الليفر ده اللي فيه الديزيز اللي احنا مش عارفين هو ايه السبب البراون. تمام. قال لك اما احط كاتالايزنج ايجنت كده، يعني هو السبب لون الايودين عادي يعتبر ما سببش، فلما حط سلفوريك اسيد از كاتالايزنج فاكتور لقى الماده دي بتسبب ازمه. تمام. فقال لك ان الماده اللي متجمعه في الليفر اللي هي كانت سبب موت الانسان اللي احنا خدنا منه الليفر ده، الماده دي بتسبب زي الستارش، الستارش لما نحط عليها ايودين بتسبب ازمه، خدناها في البايو. تمام. هنا حطيت عليها ايودين زائد كاتالايزنج فاكتور اللي اسمه سلفوريك اسيد، فانا اقول هي دي مش، فقال لك دي مش ستارش، قال لك دي حاجه شبيهه بالستارش، امايل اويل، امايلويد ماتيريال. تمام. بس الاعتقاد ده خاطئ جدا، لان الستارش دي كربوهيدرات ان نيتشر، بات الاميلويد ماتيريال از بروتين زي ما بنعرف دلوقتي، يعني هي بس شبه الستارش في الستيننج بس. طب عارفين الموضوع اللي احنا عملناه ده اسمه ايه؟ اسمه جروس ستيننج. هل دي ستين تحت الميكروسكوب؟ لا، دي ستين بعيني. تمام. عرفنا سبب التسميه ايه؟ عرفنا ممكن تتسبغ الماده الاميلويد ماتيريال اللي بتتجمع في الاورجنز دي جروس اللي بايه؟ لو اتسبغت بالايودين بس تبقى براون، انما لو حطينا على الايودين ده سلفوريك اسيد هتبان بلو شبه الاميلام او الستارش، عشان كده شبهناها بيها اميلويد. تمام. فهو ده الكلام يعني اللي كان في الاول كده عن ايه؟ عن الاميلويد ماتيريال دي. طيب يا ترى بقى الاميلويد ماتيريال دي بتتكون من ايه؟ الاميلويد ماتيريال دي هل هي كربوهيدرات؟ هل هي ستارش؟ لا، لكن اعتقاد خاطئ صحيح. هي ما هي الا بروتينات. شايفين البروتينات اللي بالطول ديت؟ بسميها فايبريري بروتين، بروتين اكنها فايبرز. فهي 95% من ماده الاميلويد ماتيريال دي بتتكون من بروتين طويل كده سميه فايبريري بروتين. بنسبه 5% بتتكون من جلايكوبروتين كومبوننت كده اسمه بي كومبوننت. تمام. عارفين الجلايكوبروتين كومبوننت ده وظيفته ايه؟ مش هو جلايكوبروتين؟ ايه هي الصبغه السبيسيفيك بتاعت الجلايكوبروتين من الهيستولوجي؟ بي اي اس بوزيتيف. فالاميلويد ماتيريال دي كلها بتتسبب بالبي اي اس بوزيتيف بسبب وجود الكومبوننت الجلايكوبروتين ده. الكومبوننت ده كمان هو اللي بيحافظ على الاستابيليتي بتاع اي ستين ثانيه غير البي اي اس. يعني مثلا صبغنا سكشن اميلويد باي ستين ثانيه كونجريت مثلا، هو اللي بيحافظ على الاستابيليتي بتاع الستين الجزء الكربوهيدرات ده. مالناش دعوه بيه، اسمه جلايكوبروتين او بي كومبوننت. انا عايز بقى الفايبريري بروتين اللي بتوصل 95% من نسبه الاميلويد. الفايبريري بروتين دي بيقول لك ممكن تيجي من حاجتين، تيجي من حاجتين ازاي بقى؟ تعالوا نقول قصتين وهتفهم الموضوع كويس. اسمع عن حاجه اسمها البي سيل. البي سيل دي بتحول حاجه اسمها بلازما سيل. طب ايه وظيفه البلازما سيل ديت؟ بتطلع لي الانتي بوديز ماشيه في الدم. طب حد يعرف ان الانتي بودي بتتكون من بي بي تشين ولايت تشين؟ ماشي. افرض كان عندي مثلا تيومر او مشكله في البلازما سيل او البي سيل، البي سيل طلع فيها تيومر مثلا. يعني ايه تيومر؟ انكنترولد ديفيجن، يعني عندي بلازما سيل كتير قوي قوي، فبالتالي هيبقى عندي انتي بوديز برودكشن كتير قوي قوي. كمان مش اي انتي بوديز، هتبقى اب نورمال انتي بوديز نتيجه الاعداد الكتير دي قوي في تيومر في البلازما سيل. فالانتي بوديز الكتير قوي قوي ديت، هو الانتي بودي او الميون جلوبولين ده التركيب الكيميائي بتاعه ايه؟ بروتين النشا. فلو حصل عندي تيومر في البلازما سيل طلعت لي انتي بوديز او الميون جلوبولينز اللي هي بروتين النشا ده كتير قوي قوي، ممكن مع مرور الزمن البروتينات الكتير قوي دي يحصل لها مس فولدنج وتروح تترسب ما بين الخلايا.
هي كده يعتبر ويضاف عليها شويه حته الجلايكوبروتين اللي هي 5% كده يعتبر انا كونت اميلويد ماتيريال. يبقى مصدر الفايبرينال بروتين بتاع الاميلويد ماتيريال في الحته دي جاي منين؟ جاي من الاتيبوز او جاي من تحديدا اللايت تشينز. تمام؟ فانا بسمي الاميلويد ماتيريال اللي جايه بسبب المصدر ده ايه؟ ال اميلويد ماتيريال او اميلويد لايت تشين ماتيريال. حد فاهم الفكره ازاي؟ يبقى مثلا السبب اللي خلى هنا الاميلويد ماتيريال تتكون او تتجمع ايه اصلا؟ كان عندي تيومر في البلازما سيل، انتج البلازما سيل كتير قوي، انتجت انتي بوس كتير قوي بس اب نورمال باعداد كبيره قوي. ودي بروتين النيتشر حصل لها مس فولدنج وترسبت ما بين المواد واضاف عليها حته جلايكوبروتين، فبقى عندي بين الخلايا اقصد، فبقى عندي بين الخلايا فايبرينال بروتين زائد حته جلايكوبروتين بقى عندي اميلويد ماتيريال. هل ليها اسم الاميلويد ماتيريال دي؟ اه هنسميها تبع للمصدر. هي مصدر البروتين بتاعها لايت تشينز او تحديدا الاميلويدوز بسميها اميلويد لايت تشين. حد فاهم؟ طب الموضوع الاميلويدوز ده هيحصل في انهي امراض؟ الامراض اللي هتصيب البلازما سيل، البلازما سيل اللي هي هتطلع لي انتي بوديز كتير، لما يجي فيها تيومر البلازما سيل هيكون لي فائض من الاميلويدوز، يعني فائض من البروتين يحصل له مسبوتنج يكون لي الايه الا اميلويد ماتيريال ما بينهم. لحد كده مفهوم؟ طب تيجي ناخد سيناريو تاني؟ تعالى ناخد سيناريو تاني. افرضوا مثلا واحد عنده روماتويد ارثرايتس، عارفين يعني ايه روماتويد ارثرايتس؟ مرض مناعي كده بيجي في المفاصل، بس المرض ده بيقعد ايه 10 11 سنه، امراض مناعيه بتقعد وقت كتير جدا. طيب انا لما يحصل عندي انفلاميشن اكيوت انفلاميشن عاديه في جسمي بيطلع مواد كتير قوي، من ضمنها ماده بتطلع من الليفر اسمها اس اي دي. الليفر بيطلع لي كريسبونس كده للاكيوت انفلاميشن حاجه اسمها اس اي دي، مش عايزين الاختصار بتاعها دلوقتي. تمام؟ طيب ده بتطلع مع الاكيوت انفلاميشن. طب افرض بقى الانفلاميشن دي طولت قوي قوي، الماده دي هتقعد تطلع كتير قوي قوي. طب الماده دي ايه اصلا؟ الماده دي إيه؟ بروتين النيتشر. فافرض انا عندي انفلاميشن بس كرونيك مستمره معايا 10 20 سنه، فالليفر عمال يطلع الماده اللي اسمها اس اي اي ديت على طول، هي الماده دي بتطلع ريسبونس للانفلاميشن من الليفر كده. طيب مش مع مرور الوقت الماده دي هتكتر قوي في الجسم، والماده دي بروتين النيتشر ممكن يحصل لها مس فولدنج، تروح يترسب البروتين ده ما بين الخلايا مكون لما يسمى بالاميلويد ماتيريال. فاهمين انا اقصد ايه؟ بس المفروض بس المره دي الاميلويد ماتيريال مصدره بسبب الماده اللي اسمها اس اي اي دي. فنسمي الاميلويد ماتيريال ايه؟ اميلويد ماتيريال اسمها اميلويد اسوشيتد، عارفين ليه بنسميها اسوشيتد؟ لان هي بتبقى اسوشيتد ويز الكرونيك انفلاميشن. مفهوم؟ يبقى انا عندي الاميلويد ماتيريال دلوقتي انا بقسمها تبعا للبروتين بتاعها. هي الاميلويد ماتيريال 95% منها بروتين، 5% بلايك بروتين مش عايزين. خلينا في ال 95% بروتين ده. يا اما البروتين ده جاي من الاميون جلوبولينز، يعني فسمي الاميلويد ماتيريال دي ايه الا اميلويد ماتيريال؟ اميلويد لايت تشين. يا اما جاي من ماده الاس اي اي اللي طلعت مع كرونيك انفلاميشن، فسمي الاميلويد ماتيريال دي ايه اميلويد ماتيريال. فهمتوا حاجه؟ هنرجع نعيد الموضوع ده. يبقى انا كنت بتكلم بس عن الاستراكشر بتاع الاميلويد ماتيريال، ان هي بتتكون من فايبرينال بروتين بنسبه 95% 5% بلايك بروتين، قلنا مش عايزينها في حاجه. طب بيقول لك افرض مثلا عندي مشكله او عندي مثلا كرونيك انفلاميشن ادت الى اميلويدوزس في الاورجن الفلاني مثلا، الاورجن ده فيه اميلويدوزس، هل ممكن اكشف عن الاميلويد ماتيريال دي بعين المجرده؟ اه ممكن اكشف عنها بعين المجرده. اول حاجه بالجروس ستيننج، يعني مثلا لو صبغت الليفر اللي فيه اميلويد ماتيريال ده بالايودين هيبان لي لون الاميلويد ماتيريال بلون، لو ضفت عليها سلفوريك اسيد هيبان لي لونه ايه؟ ازرق. طب هل من غير ما اضيف حاجه الاميلويد ماتيريال ممكن تبان لي؟ اه بتبان حاجه كده لون الشمع. مش عارف تبقى باينه ولا لا. شايفين دي الكدني، شايفين الحاجات اللي لونها جريش او لون مسدس الشمع كده، هي دي الاميلويد ماتيريال. هل كده انا سابقها بجروس ستين؟ انا كده شايفها بعين مجرده من غير اي ستين. طب لو حطيت عليها ايودين هيبان لونها ايه؟ براون. لو حطيت عليها ايودين زائد سلفوريك اسيد تمام؟ دي حاجه اسمها الجروس ستيننج او الجروس بروبرتيز اوف الاميلويد ماتيريال. تمام؟ طب خدنا مثلا بايوبسي من الكدن اللي فيها اميلويد ماتيريال ديت، اتفصلت فيها اميلويد ماتيريال، فحصناها تحت الميكروسكوب، فحصناها تحت الميكروسكوب بصبغه الهيماتوكسين الاندروسيد العاديه، يا ترى الاميلويد ماتيريال هتبان لي ايه؟ هتبان لي لونها احمر. يعني هي مترتبه في البروبرتيز اهي، الجلوبولين ماده لون احمر ايزينوفيليك ماتيريال، هي بتبان لي بالهيماتوكسين الاندروسيد ايزينوفيليك.
هل كده حاجه سبيسيفيك يعني، يعني لو خدت بيوبسي من اي كدني ولقيت متراسل في الجلوميراي الماده الحمراء دي اقول ان دي امايلويد ماتيريال؟ لا طبعا، ما في 7000 حاجه بتتلون احمر. الهالايلاين ماتيريال اللي احنا هنتكلم عليها بعد شويه بتكون تحت الميكروسكوب ايزينوفيلي، تمام؟ فلازم يكون عندي سبيسيفيك ستين للموضوع ده. ففي سبيسيفيك ستين للامايلويد ماتيريال اسمها كونغو ريد ستين. الكونغو ريد ستين دي يا ترى بتصبغلي ال بتصبغلي بلون ايه؟ مفيش صوره ليه. المهم الكونغو ريد ستين دي بتصبغلي باللون الاورنج ده، يعني دي برضو كانت جلوميرولاي بترسم فيها امايلويد ماتيريال بس ده سيراميك اورنج، ده بالكونغو ريد ستين العاديه اندر النورمال لايت. انما عارفين لو استخدمنا نوع من اللايت اسمه بولارايزد لايت، اللون اللون البرتقالي ده هيتحول للون اخضر، حاجه اسمها جرين ابل لايت. كل الخضار ده هي الاميلود ماتيريال. ركزوا معايا كده، الاميلود ماتيريال في اورجن معين اهو، مثلا لو عملتها بالكونغو ريد اندر النورمال لايت تبان لي لونها اورنج، لو استخدمت نفس الشريحه ونفس الكونغو ستين بس خليت اللايت حاجه اسمها بولارايز لايت الاقي اللون بيختلف، بدل ما يكون اورنج الاقيه بقى اخضر. الموضوع ده بيرجع للتركيب الكيميائي بتاع الاميلود ماتيريال، وده موضوع يطول شرحه. التركيب الكيميائي بتاعها بيكون حاجه اسمها بيتا بليتد شيتس، بحيث لو النورمال لايت لما بينزل كده بيديني لون معين، انما لو استخدمت بولارايزد لايت ضوء قطبي له بعض الخصائص كده، فنتيجه التركيب الكيميائي بتاع الاميلود ماتيريال ده هلاقي اللون اختلف مع البولارايزد لايت، مع ان هي نفس الشريحه نفس الاميلود ماتيريال اللي في الاورجان نفس الستيب، ولكن انا جاست غيرت اللايت. فنتيجه التركيب الكيميائي للماده دي ان هي بتترتب في حاجه اسمها بيتا بليتد شيتس، شيت كده وشيت كده، فبتنتج لي الموضوع اللي اسمه جرين ابل بايرفرنجنس. الموضوع يطول شرحه يعني. المهم يجي يقول لك في الام سي كيو ايه هي الموست سبيسيفيك ستين اوف الاميلويد ماتيريال؟ نسبوها بالاميتوكسين انديوسين، نسبوها بالكونغو ريد، ولا نسبوها بالكونغو ريد اندر البولارايزد لايت؟ هي دي اللي سبيسيفيك قوي، مفيش ماده ثانيه على وجه الارض يحصل فيها الموضوع ده، ان انا اكون سببها بالكونغو ريد واندر البولارايزد لايت تديني لون التفاح الاخضر ده الا الاميلويد ماتيريال. فهي دي الموست سبيسيفيك ستين، تمام؟ طيب هل ممكن اكشف عن الاميلويد ماتيريال دي مثلا بحاجه ثانيه؟ شايفين مثلا ده سيكشن فيها مايلود ماتيريال صبغه بالكونجوريت، شايفين كل الحاجات الاورنج دي مايلود ماتيريال. ايه رايك في الصوره دي؟ بذمتك مش هي نفس الشريحه؟ هي نفس الامايلود ماتيريال بس هنا مسبوها برتقاني لان ده كونجوريت اندر ايه؟ الاوردينري لايت العادي خالص. انما دي اندر بولاريزد لايت، وهي دي الموست سبيسيفيك ستيت اوف الامايلود ماتيريال، تمام ولا مش تمام؟ هل في حاجه كمان ممكن نكشف بيها عن الامايلود ماتيريال؟ في طريقه هي يعني مش سهله، هي على حد ما تبقى طريقه، حاجه اسمها اليون هيستوكيميكال تكنيك، ان انا كون عندي في المصنع انتي بودز تروح تشبك في الحاجه اللي انا عايزها تشبك فيها، لان انا هكونها ضد الامايلويد ماتيريال، عايز اشوف العيان ده عنده امايلويدوز ولا لا، بيترسب في جسمه امايلويد ماتيريال ولا لا، فانا كون في المعمل عندي انتي بودز اجنس الامايلويد ماتيريال دي، واركب على الانتي بودز اي حاجه فوسفات اشعه مثلا، تمام؟ بحيث ان لو العيان ده فعلا عنده امايلويدوز هيدخل الانتي بودز اللي بيشبك في الامايلويد ماتيريال ده وعليه فوسفات اشعه هيلزق في الاميلويد ماتيريال. انا اقدر اكشف عن الفوسفات المشع ده بسكان معين. فوالله لو لزق فيه هلاقيه باين لي في السكان، لو ما لزقش هيحصل له كليرانس ويمشي او ينزل مع اليورين يعني. فالطريقه دي اسمها اميون هيستوكيميكال تكنيك. ايه اللي يهمني في الموضوع ده كله؟ يهمني ان الهيماتوكسين اندوسين، مش احنا قلنا في عندنا نوعين من الاميلويد ماتيريال دلوقتي اي اي واي ال، تبع للبروتين هنا جاي منين والبروتين هنا جاي منين بتاعها؟ طيب الهيماتوكسين اندوسين تعرف تفرق ما بينهم؟ لا. الكونغو ريد اندر الاوردينري لايت الاثنين هيبانوا اورنج، الكونغو ريد اندر الجرين لايت الاثنين اندر بولاريزد لايت الاثنين هيبانوا جرين، تمام؟ انما انا اقدر اصنع في المعمل عندي انتي بودز اجينست الاي ال امايلود ماتيريال بس، انا اقدر اصنع في المعمل عندي انتي بودز اجينست الاي اي امايلود ماتيريال بس، يبقى التكنيك الوحيد او الستين الوحيده اللي بتعرف تفرق لي ما بين الاي اي والاي ال امايلود ماتيريال هي ايه؟ الاميون هيستوكيميكال تكنيك، فاهمين ليه؟ طيب ممكن استخدم ستينز كمان اسمها ميتا كروماتيك ستين، علموني على حاجه اسمها ميثايل فايلوت. عارفين يعني ايه ميتا كروماتيك؟ يعني ميتا يعني متغير وكروماتيك يعني لون، عارفين هي اسمها ميثايل فايلوت يعني لونها ايه فايلوت؟ المفروض تصبغ لي فايلوت، لا بيقول لك بتصبغ لي كل حاجه فايلوت ما عدا الاميلويد ماتيريال. فاهمين ازاي؟ بتصبغها ريد روز. انتوا كام؟ طيب ماشي تكون
يبقى ليه بسميها ميتا كروماتيك ستين؟ لان هي بتظبط لي كل حاجه اسمها ميزايل، اسم الستين ميزايل فايلت، الوصف بتاعها ميتا كروماتيك ستين لان هي بتظبط لي كل حاجه فايلت عدا البيلوت الكتيره اللي هي داخله تصبغها اصلا بتصبغها بلون مختلف. ميتا كروماتيك ازاي؟ تصبغها لي بالوصف. طب ميزايل فايلت دي ممكن تيجي في الامتحان، يجي بقى يسالك في الامتحان مثلا ايه، يقول لي الستين الفلانيه بتظبط فيها البيلوت الكتيره الاوزميك اسيد ولا الاسكارلت ريد ولا الميزايل فايلت، فاهمين ازاي؟ فموضوع الستين ده مهم. حد كده شباب حد عنده مشكله؟ احنا عمالين نتكلم على الخصائص بتاعه الماده اللي مترسبه ما بين الخلايا دي. قلنا مثلا ان هي ممكن اصبغها بعين المجرده او اشوفها بعين المجرده، ممكن اصبغها تحت الميكروسكوب. ما فهمناش بقى المرض يعني ايه لحد دلوقتي. طيب تعالوا بقى نفهم المرض يعني ايه. الاميلويدوزس في منه نوعين يا شباب، نوع اسمه جنراليزد اميلويدوزس او سيستميك. يعني ايه جنراليزد او سيستميك؟ يعني خلايا اميلويد ماتيريال مترسبه ما بين الخلايا او بره الخلايا في كل الاورجنز بتاعه الجسم، تمام؟ او في عندي حاجه اسمها لوكالايزد اميلويدوز، يعني خلايا اميلويد ماتيريال متقسمه ما بين الخلايا وبره الخلايا في اورجن واحد. تمام يا شباب، عارفين مثلا اللوكالايزد اميلويدوز ده عشان نخلص منه اهم حاجه فيه الالزهايمر ديزيز. ده الالزهايمر ديزيز احد الثيوريز اللي بتفسر حدوثه تكوين اميلويد ماتيريال ما بين البرين سيلز. اميلويد ماتيريال مع العمر عماله تتكون ما بين البرين سيلز، كميتها تكتر، بتخضع البرين سيلز كل شويه، خليه تموت خليه تموت خليه تموت، فالعيان يفقد بعض النيورولوجيكال فانكشن بتاع دماغه تجيله الزهايمر ديزيز. دي بسمي الموضوع ده سينايل سيريبرال اميلويدوزيس. هل هنا ترسبت الاميلويد ماتيريال ما بين الخلايا؟ اه، بس هل في الجسم كله؟ جاست بس في الخليه يا لوكالايز، تمام؟ وعايزين تيومر بس، معلش بس انا ما بديش يعني تيومر بيطلع في الثيرويد، كارسينوما يعني تيومر، تمام؟ بيطلع في الثيرويد بس حاجه تحديدا اسمها بيضلري، نوع من الكارسينوما بتاع الثيرويد اسمها بيضلري. ده بلاقي فيها او بلاقي التيومر ده، باخد من التيومر ده بيبس، بلاقي فيه مالجنانت سيلز وكل حاجه، بس بلاقي بعض الاميلود الماتيريال مترسبه معايا، مترسبه بس في جوه التيومر بتاع الثيرويد، لوكالايز، تمام؟ مش عايز تمام. طيب خلونا بقى نتكلم على الجنراليزد اميلودوز، يعني تترسب الاميلود ماتيريال دي في اماكن كتير في جسم الانسان، تمام؟ وده اكيد اللي حساب حدوثها مرض سيستميك، تمام؟ طيب بيقول لك في عندنا حاجه اسمها برايمري سيستميك اميلودوز وده اسمه غلط، وعندنا حاجه اسمها سكندري سيستميك اميلودوز وده برضو اسمه غلط. برايمري سيستميك اميلودوز، عارفين ليه سموه برايمري؟ ما كناش عارفين السبب بتاعه زمان، انما احنا دلوقتي عارفين السبب بتاعه. اشهر سبب له مالتيبل مايلوما، مظهر زي الاسم مالتيبل مايلوما، ده تيومر بيطلع في البلازما سيل او البي سيل جوه البون مارو، ينتج عنه ايه؟ بلازما سيلز كتير قوي اللي تؤدي الى ايه؟ انتي بودز برودكشن كتير قوي، بعضهم اب نورمال، بعضهم بس انتي بودز لايت تشين بس، اللي مع مرور الزمن التيومر ده او الانتي بودز الكتير دي اللي هي بروتين النشر تروح يحصل لها ميس فولدنج، تترسب ما بين الخلايا بتاعت كل الاورجنز، فتعمل لي جنراليزد اميلويدوز. فاهمين ازاي؟ يبقى الاميلويد ماتيريال في النوع ده اهو هتكون انهي اميلويد ماتيريال؟ ايه ال اميلويد ماتيريال؟ لان الاصل بتاعها لايت تشينز او بلود جلوبلز. فاهمين الفكره يا شباب ولا مش فاهمين؟ فاهمين؟ طيب إيه، طب الاسم بتاع البرايمر ده صح كده ولا غلط؟ لا، انا المرض اللي اطلق عليه برايمر ان البرايمر ان انا ما بكونش عارف السبب بتاعه، انما ده عارفين السبب بتاعه، يعني دي فيها غلط. السبب بتاعه مثلا مالتيبل مايلوما. وفي ثلاث امراض بيعملوا نفس المالتيبل مايلوما بتعملها، يعني بيعملوا اوفر برودكشن للبلازما سيل، فيبقى عندي اوفر برودكشن للانتي بودز اللي تروح يحصل لها مس فولدنج وتترسب ما بين الخلايا از بروتينز. زي ايه الامراض دي بقى؟ فيلوجرا لينفوما، الماكروبيولينيا، الميلو باسك لينفوما، الحاجات دي كلها تاخدوها في البطنه في البلاط. الثلاثة دول ما بيجوش في الامتحانات كتير، المالتيبل مايلوما هي اللي بتيجي أكتر لأن هي مشهورة. فاهمين إزاي؟ يهمني قوي إن الأميلويد ماتيريال في النوع ده الاميلود ماتيريال هيكون نوعها ايه؟ ايه الا اميلود ماتيريال. طب يهمني النوع ده ممكن نسميه اسم تاني بقى، لان احنا عرفنا ان البرايمر ده اسم غلط، ممكن نسميه اميونوسايت ديسكريزياس. عارفين يعني ايه لفظ ديسكريزياس؟ ده يعني جنون او هبل. الاميونوسايت تحديدا انهي اميونوسايت؟ البلازما سيل او البي سيل امها، حصل لهم جنون فبداوا يعملوا برودكشن انتي بودز كتير قوي قوي، اللي يحصل لها ميس فولدنج بتترسب على هيئه فايبرال بروتين ما بين الخلايا تعمل لي اميلويدوز. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب هل الامراض دي شويه التيومرز اللي بيجوا في البلازما سيلز دول الامراض دي مشهوره اصلا؟ لا مش مشهوره. فبالتالي نوع الاميلويدوزيس اللي هيبقى كومبليكيشن للامراض دي هيبقى هو كمان رير. الموضوع ده رير اصلا، تمام ولا مش تمام؟ واي كانسر زي ما انتم عارفين بيجي في السن المتاخر،
فلو حصل الكانسر ده اللي هو المالتيبل مايلوما اللي هينتج عنه نوع الاميلويدوزس ده غالبا هيكون في سن متاخر خالص، لان اوريدي اصلا المالتيبل مايلوما ده بيجي في سن كبير. المالتيبل مايلوما ده دلوقتي بيحصل سن، ماشي فاهمين الفكره ازاي؟ طيب بيقول لك انهي الاورجنز اللي هتتاثر او انهي الاورجنز الاول اللي هيحصل فيها ديبوزيشن للاميلويد ماتيريال في الدواء ده. بيقول لك اول حاجه بنأثر على المصل سواء كان الكارديو مصل سموث مصل سكيلت مصل، وبعد كده بناخد البانكريتاس اورجان يعني راس الاميلويد ماتيريال ما بين الخلايا بتاعه الهارت ما بين الخلايا بتاعه اقصد الكدني او الاسبلين او الليفر. انما في الاول برصب الاميلويد ماتيريال ما بين المصل فايبر سواء كارديو مصل فايبرز او ما بين السموث مصل او ما بين السكيلت مصل. هل ده هيهمني في حاجه؟ لما اجي اقول لك سبب الكوز اوف ديس ان البرايمري سيستميك اميلويدوزس، الكوز اوف ديس ان البرايمري سيستميك اميلويدوزس غالبا بيكون كاردياك فيلير. ليه؟ لان بيترسب الاصل يعني بيترسب الماده بتقدر تترسب الاول في المسلز اللي اشهرهم الكاردياك مسل. فالعيان لما لو مات بالاميلويدوزس غالبا هيموت بكاردياك فيلير. مش هقول مثلا هيموت برينال فيلير لان الهارت هو اللي بدا يترسب فيه الاول عن الكدني، فهو مين اللي هيبوظ الاول فيموت العيان؟ اكيد الهارت. تمام. طيب يبقى النوع ده من الاميلويدوز اسمه ايه؟ برايمري سيستميك اميلويدوز. عارفين ممكن نسميه اسم تاني؟ اليون سايد ديسكريزياس اميلويدوز. عارفين ممكن نسميه اسم تاني؟ اي ال اميلويدوز، لان الاميلويد ماتيريال اللي بتتكون بتكون نوعها اي ال اميلويد ماتيريال. لحد كده مفهوم؟ الامور وضحت شويه؟ طيب نيجي للنوع التاني، هو جنرالايز لكل حاجه، اسمه سكندري سيستميك او سكندري جنرالايز اميلويدوز. عارفين ليه يسموه سكندري؟ لانه بيحصل ككومبليكيشن لاي كرونيك ديزيز، لاي كرونيك انفلاميشن. اللي اشهرهم مثلا التي بي، لو رحتوا للتي بي هيقول لك احد الكومبليكيشن بتاع التي بي سكندري سيستميك اميلويدوزس. لما ناخد مثلا الروماتويد ارثرايتس هنقول ان احد الكومبليكيشن بتاعته اميلويدوز. الارثرايتس كوليتس كل دي كرونيك انفلاميشن. فانا عايزكم تحفظوها كلها الصراحه. يعني مثلا البنج ابسس لو كان كرونيك ممكن يحصل له كومبليكيشن اميلويدوز اللي هو تحديدا سكندري سيستميك اميلويدوزس. طب ليه الاميلويدوز ده سميناه سكندري؟ لانه الكرونيك انفلاميشن تحصل الاول وهو يحصل از سكندري كومبليكيشن له. بس هل دي تسميها صح؟ لا، ما ده برضه بيحصل سكندري من بطن الاميلويدوز. خلاص السكندري ده غلط. الاسم ده صح له رياكتيف اميلويدوزس. عارفين ليه رياكتيف؟ لانه كرياكشن للكرونيك انفلاميشن دي الليفر عمال يطلع لي الماده اللي اسمها اس اي اي اللي يحصل لها ميس فولدنج وبتترسب على اي بروتين ما بين الخلايا تنتج لي اي اي اميلويد ماتيريال تعمل لي الرياكتيف او السكندري اميلويدوزس. حد فاهم حاجه ليه سميناه رياكتيف؟ تمام. طب هو بيحصل نتيجه ايه؟ هل بيحصل بسبب مالتيبل مايلوما؟ لا يا باشا، ده بيحصل بسبب كرونيك انفلاميشن. طب الاميلويد ماتيريال مصدرها ايه هنا؟ ان انا مع الكرونيك انفلاميشن، الانفلاميشن اللي مطوله سنه 10، الليفر عمال يطلع ماده بروتينيه اسمها اس اي اي، دي بتطلع مع الانفلاميشن عادي. مع مرور الوقت الماده دي هتكتر، تترسب ما بين الخلايا، البروتين بتاعي يحصل له مس فولدنج، تكون لي اي اي اميلويد ماتيريال. عشان كده الاسم الثابت للنوع ده اي اي اميلويدوزس. طيب بيقول لك الماده بتاع الاميلويد بتكون اي اي. طيب الانسيدنس بتاع الكرونيك انفلاميشن ده كومن، فبالتالي الاميلويدوز اللي ناتج عنه ككومبليكيشن هيبقى كومن على عكس الكانسر اصلا حدوثه رير، فبالتالي الاميلويدوز اللي ناتج من الكانسر بيكون رير. تمام. طب الاميلويد ماتيريال هنا بتكون اي اي، انما هناك كان اي ال اميلويد ماتيريال. تمام. طيب ده بيترسب بقى الاول فين؟ بيترسب في السوليد اورجانز اللي اشهرهم الكدني، وبعد كده بيترسب في المصل. اقصد لو عيان مات بسبب النوع ده من الاميلويدوزس غالبا هيكون هيموت بسبب ايه؟ رينال فيلير. انما عمك التاني ده كان مات بسبب ايه؟ كاردياك. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ طيب لو واحد عنده جنرالايزد اميلويدوز يا شباب، عايز اشخص انه عنده اميلويدوزس، مش الاميلويد ماتيريال متجمعه بين الخلايا في كل الجسم، هروح اخد بايوبسي من الكدني مثلا ولا بايوبسي من الهارت؟ انت عبيط يا عم، تاخد بايوبسي من اللثه، خد بايوبسي من الريكتم، مكان اكسسبل وسهل. تمام. غالبا احسن بايوبسي بناخدها بتكون الريكتم بايوبسي. تمام ولا مش تمام؟ طيب الريكتم ده الرول بتاعته مش فيها سموث ماسلز، يعني بترسب فيها سموث ماسلز. طب مش النوع الاولاني ده الاول بنرسب الاميلويد ماتيريال ما بين السموث ماسلز؟ فغالبا لما اجي اخد بايوبسي من عيان عنده برايمري سيستميك اميلويدوز غالبا كل الحالات بتكون بوزيتيف. يعني خدت بايوبسي من الريكتم وفصلتها تحت الميكروسكوب هلاقي اميلويد ماتيريال مترسبه ما بين السموث ماسلز بتاعت الريكتم. تمام. انما ده غالبا بيرسب الاول في السوليد اورجانز وبعد كده المسلز. تمام. فغالبا مش كل الحالات، حوالي مثلا 95% من الحالات مثلا هي مثلا في الريكتال بايوبسي اللي هلاقيها هنا بوت. مفهومه ازاي؟ لان ده ترسب بدري ما بين السموث ماسلز، ده ترسب متاخر ما بين السموث ماسلز.
فهنا غالبا كل العيانين هلاقي فيه هلاقي البايوبس اللي انا هاخدها بوست بالميلود ماتيريال، يبقى هنا ممكن ما الاقيش ممكن نسبه الاحتمال صغيره يعني. مفهوم الجنراليز اميلودوزس. طب هل الجنراليز اميلودوزس او الترسب اميلود ماتيريال في كل الاورجانز بتاع الجسم ممكن تحصل بسبب حاجه كمان؟ اه ممكن تحصل بسبب امراض جينيتك او امراض فاميليا يعني فريد فاميليا ديزيز. اسمع الحاجه اسمها الفاميليا ديزيز فيفر، دي اسمها حمى البحر المتوسط. يعني ايه المرض ده؟ المرض ده كل شويه كل 6 شهور كده اتاك من ايه؟ فيفر سيفير ابدومينال بين، ابدومينال بين جامد جدا جدا جدا، ولو خد ده بس مش هيسيب الاستراحه تمام. كل 6 شهور بالمنظر ده، كل 6 شهور بالمنظر ده، كل 6 شهور مع الاتاك دي بتطلع ماده اسمها اس اي اي، مع الاتاك دي بتطلع ماده اسمها اس اي اي تمام. مع مرور الوقت ممكن الاس اي دي يحصل لها ايه؟ يحصل لها بس فولدنج ترسب ما بين الخلايا فينتج عنها برضه جنرالايزد اميلودوزيس. طب ليه ما حطيتش ده مع دول؟ دول كرونيك انفلاميشن، انما ده مرض هيريديتري حطيته في خلل واحد. هو يعمل لي جنرالايزد اميلودوزيس بس حطيته في خلل واحد، خلل اسمها تريد فاميليال ديزيز، مرض حمى البحر المتوسط. طب التركيه اللي هنا الاميلود ماتيريال اللي بتترسب هنا بتكون ايه؟ ايه ايه برضه؟ هل ده له علاقه بالميلا بالمليون جلوبلز ولا بالناس بس؟ مفيش اي علاقه تمام؟ بس مفهوم الجنرالايز اميلودوز والليكلايز عرفت ايه الامثله اللي عايزينها في الليكلايز؟ جاست بس الزهايمر والدبر الكارسوما بتاعت الثانيه. ممكن لو عرفت تحتفظ فيه كونسايتوما، عارفين يعني ايه فيه كونسايتوما؟ يعني ايه؟ في التيومر ذات نفسه بعض الغيرات ماتيريال بتترسبها لوكالايزد بس في التيومر ده مش في الجسم كله ولا اي حاجه. مفهوم الكلام؟ طب نيجي الام سي كيو بقى، مين اشهر اورجان بقى على الاطلاق يترسب فيه الغيرات ماتيريال؟ الكدني. الكدني اشهر اورجان على الاطلاق، عارفين ليه؟ لان احنا قلنا مين اشهر نوع جنرالايز اميليدوز؟ ده هو مش ده الاشهر؟ وده لما بيرسب الاول بيرسب في السوليد اورجان اللي اهم اورجان فيهم من الكدني، فالكدني هي اكثر اورجان عرضه انه يترسب فيها اميلود ماتيريال تمام؟ ماشي. طيب بيقول لك فيتشرز عامه كده للاورجان اللي يترسب فيها اميلود ماتيريال، نفس الفيتشرز بالنيكد اي اللي اتكلمنا عليها في الحاجات اللي قبل كده. الاورجان اكيد هيكبر، السيرفس هيبقى سموث، الشيب بريزيرفد، بما ان الاورجان كبر فالكبسول تبقى سترينج فالفيلز. الكونسيستنس تخيلوا معايا بقى، عارفين الشمع بتاع مسدس الشمع؟ تخيل جبت بالونه وحطيت فيها الشمع بتاع مسدس الشمع ده فتفته كده وحطيته جوه البالونه، هل لما اجي اضغط على البالونه هلاقيها سوفت زي الفات او الميه بتوع المره اللي فاتت؟ لا هلاقيها فير جامد تمام. طيب الكلر، الكدن اللي احنا شفنا فيها الاميلود ماتيريال بعيننا المجرده كان اللون البتاع ده عامل زي ايه؟ فين الاميلود ماتيريال؟ هي دي البقعه، دي البقعه دي لونها بيل واكس، لونها شبه لون مسدس الشمع بالظبط تمام. طب تخيل معايا بقى لو خدنا البتاع ده في كات سيكشن كده، هل ده هيبلج زي ما الميه والفات عملوا؟ الميه والفات عمل لهم حصل لهم برج المره اللي فاتت لان هم ماده هشه، يعني لو فتحت لها مخرج هي ايه هتزفلط معايا وتطلع وتبلج من الكات سيكشن، انما دي ماده متماسكه ماسكه نفسها. عارفين مثلا قرص الجبنه الرومي؟ لو انا جيت قطعت قرص الجبنه الرومي زي ما الراجل بيقطع عشان الجبنه ربع جنب، هل الكات سيكشن بيبلج معايا ولا بيكون شارب؟ الكات سيكشن بيقطع شارب كده ولا اي حاجه بتبلج ولا اي حاجه بتدخل جوه؟ هو شارب كات سيكشن. مفهومه ازاي؟ ده برده راجع للكونسستنس بتاع الماده، الكونسستنس بتاع الماده مش سوفت زي الميه والفات، لا ده فيرم انكونسستنس. فلما اجي اقطع كات سيكشن لأي حاجة هتبرج ولا أي حاجة، اسمه شارب كات سيكشن. شارب كات سيكشن. تمام؟ طب لو خدنا البوردر بتاع الليفر التحتاني ده، لو قعدنا نحس البوردر بتاع الليفر، نفس الفكرة بالظبط. المية والبتاع، المية والفات عشان هشين كونوا لي راوند بوردرز، إنما البوردر ده هلاقيه شارب، يعني إيه؟ الليفر من تحت أهو، زي البوردر ده، شارب بوردر، عامل زاوية قايمة. على عكس التانيين كان راوندد بوردر في مكان. فدي خصائص عامه هنلاقيها في اي اورجان يتجمع فيه اميلود ماتيريال تمام. تعالوا بقى ناخد شويه اورجانز كده، يعني قلنا اشهر اورجان يترسب فيه الكدني، الكدني هلاقي فيها نفس الخصائص اللي انا قلتها فوق دي، بس عايزين مثلا تحديدا هيترسب فين في الكدني الاميلود ماتيريال؟ احنا اتفقنا ان هو بيترسب ما بين ايه؟ ما بين الخلايا. طب تعالوا نشوف الصوره دي كده.
دي كدني بترسب فيها مايلود ماتيريال. دي سببها بسبب ايه يا شباب؟ البروتوكسين اند ليوسين اللي بتطلع لها مايلود ماتيريال ايه؟ بترسب الزينوفيلس حمر، تمام ولا مش تمام؟ انت بتقول ان هي مايلود ماتيريال بترسب ما بين الخلايا، عارفين بتحب تشبك في ايه ما بين الخلايا؟ حاجه اسمها ريتيكولين فايبرز. والريتيكولين فايبرز دي موجوده في الكونكتيف تيشو ما بين الخلايا، وموجوده بكميه حلوه يعني في البيزمنت ميمبرينز، تمام؟ معنى كده ان الامايلود ماتيريال دي هتعوز تتجمع ما بين الخلايا في الحته اللي فيها ايه؟ ريتيكولين فايبرز، تمام؟ تحديدا البيزمنت ميمبرين يعني. طيب الجلوميرولاي دي مش عباره عن كابيلاري، الكابيلاري دي كان ليها بيزمنت ميمبرين، هو كل الامايلود ماتيريال بترسبها فيه البيزمنت ميمبرين بتاع الجلوميرولاي كمان، تمام؟ ممكن تترسب لي في البيزمنت ميمبرين بتاع التيوبيول سواء في الجلوتين او لسه في التيوبيول، تترسب لي في الوول بتاع سواء الافرنت ارتيبيول او الافرنت ارتيبيول. كل الكلام ده يكون نكتف تيشو، ده بره الخلايا، فاهمين اقصد ايه؟ هنا مش مجمع ماده جوه الخلايا ولا اي حاجه، انا الماده راحت لزقت في الريتيكولين فايبرز اللي موجوده في البيزمنت ميمبرين اللي بره الخلايا، اللي موجوده في الكونكتيف تيشو اللي ما بين الخلايا وهكذا، اللي موجوده في الوول بتاع البلاد فيزلز، تمام؟ طب كل حاجه ليها كلينيكال ابلكيشن. لو انا البيزمنت ميمبرين بتاع الجلوميرولاي ده كانت ايه وظيفته في الفسيولوجي؟ كان بيقول لك له نيجاتيف تشارج، بحيث ان اي بلازما بروتين ماشيه في الجلوميرولاي كاناري هو يعمل لها ريبارشن يمنع ان هي تنزل، هي لو نزلت هنا في الجومنز سبيس هتتفلتر مع اليورو، فهو كان وظيفته يمنع ان البلازما بروتينز تنزل. انا لما اقول لك لما برسب في البيزمنت امبرين ده ماده مالويد ماتيريا، هل الفانكشن بتاعتها تفضل موجوده؟ لا. فايه اللي يحصل؟ يبدا يسبسب ايه؟ بروتينات، صح ولا مش صح؟ فلو سبسب بروتينات في اليورو اسمها الحاله اسمها ايه؟ اسمها بروتينوريا. البروتينوريا لما سبسب بروتينات في الدم، لما سبسب بروتينات في اليورين، البروتينات في الدم بتقل، يحصل لي حاجه اسمها هايبو البروتينيوريا. عارفين الاثنين دول مع بعض اسمهم ايه؟ نيفروتيك سيندروم. يبقى يجي يقول لك في الامتحان كده يرتب لي ايه اللي يحصل الاول؟ هترتب له الترتيب هيكون ازاي؟ كان عندي كرونيك لانج ابسس. كرونيك لانج ابسس ده كرونيك انفلاميشن. تعمل لي جنراليزد او سيستميك امايلوزيس تحديدا من اللي اسمه سكندري سيستميك او رياكتيف سيستم، تمام؟ يروح الاميلودوز ده يعمل لي في الكدني اميلودوزس اللي ينتج عنها نيفروتيك سندروم. فاهمين الترتيب ده ازاي؟ لو انا عندي مثلا روماتويد ارثرايتس ده كرونيك انفلاميشن ينتج عنها اميلودوزس، الاميلودوز يروح الاميلودوز ماتيريال دي تروح تترسب في الكدني، مش لو اترسبت في الجلوميرال ميمبرين تعمل لي ما يسمى بالنيفروتيك سندروم. فاهمين الترتيب ده ازاي؟ عشان موجود كتير بسيط، تمام؟ طيب كون ان الاميلود ماتيريال مترسبه في البيزمنت ميمبرين بتاع التيوبيولز ده هيعمل لي ايه؟ التيوبيولز دي كانت من احد الوظائف بتاعتها ان هي تعمل لي ري ابزوربشن واكسكريشن. ري ابزوربشن غالبا للميه، الميه حاجه مهمه جدا، ما كانتش تنفع تنزل في اليورين بكميه كبيره يعني. فلو حصل البيزمنت ميمبرين بتاعها اترسب فيها اميلود ماتيريال هفقد الحته بتاع الري ابزوربشن بتاع الووتر دي، فالووتر تنزل كتير قوي مع اليورين فيما يسمى ب نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. دايابيتس انسيبيدس يعني ميه كتير قوي في اليورين، ممكن يكون السبب بتاعها في البيتويتري نتيجه نقص الاي دي اتش، او ممكن يكون السبب بتاعها في الكدني، الكدني هي اللي بايظه، حاجه اسمها نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، تمام؟ طب لو اترسبت الاميلود ماتيريال في الارتريولز تحديدا الافرنت ارتريولز بتاعت الكدني، فزي ما تقول كده الوول هيضيق، مش هيبقى فيه دم كتير رايح للكدني، ولو الموضوع ده زاد قوي الدم مش رايح لها دم او الكدني مش رايح لها دم او حصل رينال اسكيميا، ده يؤدي لحاجه اسمها رينال فيلير، تمام ولا مش تمام؟ مفهومه الثلاثه كلينيكال ابلكيشنز دي؟ طيب خلينا اشهر مكان في الكدني يترسب فيه الاميلود ماتيريال هي الجلوميرولاي. عارفين بقى الاميلود ماتيريال في الجلوميرولاي دي لما تقعد تكبر 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 هتبان ازاي بعين مجرده؟ هتبان زي ما احنا شفناها. يعني ايه زي ما احنا شفناها؟ انا الاميلود ماتيريال هنا مترتبه على شكل مثلا مكعبات ولا مربعات، مترتبه على شكل دوائر، صح ولا مش صح؟ واكسي بين دوتس، عارفين دي ما هي الا ايه؟ جلوميرولاي وترسب فيها ميلود ماتيريال فعماله تكبر 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 لدرجه ان هي عملت لي بعين المجرده. فاهمين ازاي؟ وخدت الشكل الجلوميرولاي، الجلوميرولاي بتبقى واحده اللي هو، فاهمين ازاي؟ ده دي نيكد اي اكسسيف، يعني الخصائص اللي قلناها فوق دي كلها متوفره في الكدني. حاجه زياده ان لما الميلود ماتيريال هتاخد شكل الترتيب ده في الكدني، لان هي اشهر مكان بترسب فيه هي البيزمنت ميمبرين بتاع الجلوميرولاي. فاهمين الحته دي؟ واكس دوت دي ما تهمنيش قوي. طيب نيجي لحاجه مثلا زي الاسبلين. الاسبلين ده مهم قوي. الاسبلين حد يعرف الهيستولوجي بتاعه ايه؟ وايت بالب وريد بالب. يعني ايه وايت بالب؟ الفويت فوليكلز دي اسمها وايت بالب،
كل السيناسويدز او كل الكاميرز الصغنونه دي اسمها ريد بابا. ريد بابا زي ما انتم شايفين اكتر بكتير قوي من الوايت بابا، تمام؟ طب الوايت بابا او الريتويت فيلترز جواها حاجه اسمها سنترال ارتريول، تمام؟ طيب بيقول لك الاميلويد ماتيريال ممكن يعني ممكن تترسب في السبلين بشكلين، حاجه اسمها باتشي او فوكال اميلويد ماتيريال او فوكال صح؟ لوكالايزد يعني ماشي، لوكالايزد يبقى عندي لوكالايزد اميلويدوز في السبلين او يكون عندي ديفيوز. يعني ايه الموضوع ده؟ عارفين امتى يبقى لوكالايزد اميلويدوز في السبلين؟ لو بس الاميلويد ماتيريال، لو بس الاميلويد ماتيريال اترسبت في البول بتاع السنترال ارتريول بتاع كل الاسكويت فيلترز، وكل شويه الاميلويد ماتيريال عماله تكتر 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 لحد اصلا ما تستبدل لي او يحصل ريبليسمنت للليمفويد فولكل ان هي تبقى عباره عن كتله من الاميلويد ماتيريال. هل كده انا اخدت السبلين كله عملت فيها ميلودوزس، ولا جاست بس عملت في الوول بتاع الارتريول واللي عماله تكتر بقى لما الميلود ماتيريال بتتجمع اكتر؟ فبسمي الموضوع ده لوكالايزد ميلودوزس. عارفين الموضوع ده يبان ازاي على السبلين؟ السبلين اكنه ايه؟ برضه نقط. هتبقى نقط ولا مش نقط؟ تبقى نقط برضه. السبلين هلاقيه ملقط دواير واكسي بيل زي بتاعت الكتله بالظبط. فده بيقول لك في عندنا حاجه كده اسمها الساجو، حاجات بيضة كده. ده تشبيه مهم يعني، شايفين البتاع ده اهو، شايفين البتاع الرصاصي او الابيض ده اهو، ده اسمه الساجو، تمام؟ فايه اللي حصل في السبلين ده؟ اكني بذرت شويه حبوب اللي احنا شايفينها في على السبلين ده. فاللوكالايزد اميلويدوز في السبلين يديني شكل ايه؟ ساجو سبلين. اكني بذرت ايه؟ شويه البتاع اللي احنا شايفينه الساجو ده، اكني بذرته على السبلين. ده لوكالايزد ولا مش لوكالايزد؟ ده مهم قوي، بيه كل التحاليل. على انه اسم غريب وجامد كده وانتم مش عارفين الساجو ده يعني ايه، فاسمه ساجو سبلين ما هو الا لوكالايزد اميلويدوز في السبلين، تمام؟ وما هو الا ترسيب للاميلويد ماتيريال جوه السنترال ارتريول بتاع الليمفويد فوليكل او جوه السنترال ارتريول بتاعه الوايت بارد. ما الوايت بارد دي اسمها الليمفويد فوليكل. ماشي ولا مش ماشي؟ الحته دي مهمه قوي، الساجو سبلين دي كل امتحان كل امتحان. انما عارفين بقى لو ديفيوز، يعني ايه ديفيوز؟ ديفيوز اميلويدوز في السبلين ان انا رسب الاميلويد ماتيريال مش بقى في الوايت بالب، ان انا رسبها في الريد بالب او السيناسوز. هي 90% من السبلين سيناسوز زي ما انتم شايفين. فلو رسبت السيناسوز دي كاميرا صغنونه قوي قوي قوي، فلو رسبت بقى اميلويد ماتيريال في كل السيناسوز دي فغالبيه السبلين هيكون فيها اميلويدوز. بسمي الموضوع ده ديفيوز اميلويدوز في السبلين وليس لوكالايز. عارفين السبلين هيبقى شبه ايه؟ لكنه خريطه رصاصه، خريطه رصاصه، خريطه رصاصه. انا مش عارف الصوره بتاعتها مش فين، ممكن من فين. هو ده بالنسبه لي بس مش باين ان هي رصاصه قوي. مفهوم الاميلودوزس؟ مفهوم الموضوع الزفت ده؟ شفت على الموضوع اللي بعده؟ ماشي بس شويه هنفتحه يعني عشان كده اتحل. طيب الحمد لله ده كان موضوع زي الزفت وخلصناه. مفهوم بجد البتاع ده مهم جدا، لازم هيجي في الامتحان. طب نيجي الموضوع اسمه ايه؟ هايالينوزس. عارفين يعني ايه هايالينوزس؟ ان انا الاقي ماده حمراء، ماده جلاسي. جلاسي يعني زجاجي، وهيلاني يعني زجاجي. فمادة حمراء الاقيها كده تحت الميكروسكوب بتنفع. ركزوا معايا بقى عشان نفهم الفرق ما بين الهيلانوزس والاميلودوزس. الاميلودوزس ده مش مرض، ده كومبليكيشن للامراض. بس الاميلودوزس از ماكروسكوبك فيتشر اند مايكروسكوبك فيتشر. يعني اقدر اشوف الاميلود ماتيريال في الاورجن بعين المجرده واقدر اشوفها تحت الميكروسكوب. انما الهيلانوزس ما هو الا مايكروسكوبك فيتشر بس في الاورجن. يعني اورجن في المرض الفلاني لو خدت منه بيوبسي هلاقي مادة حمراء متجمعة، المادة دي اسمها بان ماتيريال. فاهمين ازاي؟ انما هل بشوفها بعين المجردة في الأورجن ولا أي حاجة؟ تمام؟ هل المادة دي بتترسب ليه؟ مش عارفين، ممكن الميكانيزم. هي غالبا مادة بروتينية فنتيجة مثلا امبالانس ما بين البروتين بريك داون والبروتين سينثيسيس في الأورجن فتترسب مادة تكون ايزينوفيلك تحت الميكروسكوب حمراء بس مش عارفين سببها ليه. فغرست الموضوع ده كل شوية أمثلة. يعني الاورجن الفلاني في المرض الفلاني هلاقي فيها هايلانوزس، الاورجن العلاني في المرض العلاني هلاقي فيها هايلانوزس، تمام؟ طيب على عكس الاميلويد ماتيريال، الاميلويد ماتيريال تتجمع فين؟ ما بين الخلايا او بره الخلايا يعني.
انما ده ممكن يتجمع جوه الخلايا او بره الخلايا. تمام. طيب لو اتجمع جوه الخلايا بيتجمع في حاجات ايه مثلا؟ ايوه كتر الضم. قصدي تخش بقى لان هو موضوع زي الزفت. فاكرين البتاع اللي احنا خدناها الحصه اللي فاتت اللي اسمها راينوسكلروما؟ فاكرين الراينوسكلروما دي؟ هي تحت الميكروسكوب اهي. تحت الميكروسكوب كنا بنلاقي ميكولوز سيل، ما هي الا ماكروفاج حصل فيها هيدروك ديجنريشن، بس ممكن نلاقي حاجه حمراء كده المفروض دي حمراء بس اسمها روسل بوتس او راشيل على اسم العالمه دي. ايه موضوع راشيل بوتس دي؟ كانت بلازما سيل، والبلازما سيل بتبدا تطلع انتي بودز، بس الانتي بودز اللي عماله نطلعها اللي عمالين نطلعها دي مش عارفين نموت البكتيريا اللي اسمها كليبسيلا راينوسكلروما اللي عاملاها الراينوسكلروما دي. فبيقول لك الانتي بودز ممكن تتجمع جوه البلازما سيل، تتجمع كده، فهي في تجمعها تعمل لي مش عارفين يطلعوا بره البلازما سيل لان هم كده كده ان افكتيف يعني، فيتجمعوا جوه البلازما سيل ويتكونوا باللحم، يحصل فيهم هايالينوزس وتجمع الاميون جلوبيلز جوه البلازما سيل او الهيالاين بودي اللي اتجمع جوه البلازما سيل ده سميه راشيل او روسل بودز. يبقى روسل بودز ما هي الا بلازما سيل فيها هايالين ماتيريال، انما ميكولكس سيل ما هي الا ماكروفاج فيها هيدروبيك ديجنريشن، والاثنين في مرض اسمه راينوسكلروما. فين الدي في التحشيش اتزمر؟ الار روشن بودز هي زمر. تمام. طب في عندي حاجه اسمها مالوري هايلاين بودي. مالوري هايلاين بودي ده ما هي الا هيباتوسايت حصل فيها هايلاين اتشينج او كون وراها هايلاين ماتيريال. كل ده انترا سيلولار اهو جوه الخلايا دي، جوه الهيباتوسايت، الثانيه كانت جوه البلازما سيل. وده بيحصل في حالات ايه؟ الليفر مثلا، لو واحد عنده الكحوليزم الكحوليك ليفر يعني بيشرب الكحول كتير، او لو واحد عنده مرض هيباتيتس، فحاجه اسمها مالوري بودي. انا يهمني بس تعرف مالوري بودي ده بسبب الهايلاين، عشان يجي يقول لك في الام سي كيو كل ده كله ده ار اكزامبلز اوف هايلاين تشينج اكسبت، يقول لك كاونس المان بودي مثلا. كاونس المان بودي ده مش هايلاين تشينج. عارفين كاونس المان بودي ده ايه؟ عارفين الهيباتوسايت لما يحصل لها ابوبتوزس تمام؟ مش تتفتت لابوبتوتيك بودز؟ اهو كل ابوبتوتيك بودي ناتج من هيباتوسايت اتدمرت اسمه كاونس المان بودي. ارجعوا صفحه الابوبتوزس عليهم عليها يعني ده بيجي. انما مالوري بودي ده عباره عن ايه؟ هيباتوسايت جواها هايلاين ماتيريال، هايلاين تشينج حمراء تمام؟ في الامثله، في الامثله بتاع الابوبتوزس في الباثولوجيكال يقول لك بارت هيباتيتس نقطه كده كاونس المان بودي، مكتوب لي كاونس المان بودي ده ما هو الا ابوبتوتيك بودي اوف الهيباتوسايت، يعني الهيباتوسايت لما تتكسر لابوبتوتيك بودز بنسمي كل ابوبتوتيك بودي فيهم كاونس المان بودي تمام؟ طيب ادي مثلا مالوري بودي، ادي حرف الام. حرف السي، عارفين البروستاتا بيبقى جواها حاجه اسمها كربورا ويليشيا في اليومن، خدتها في الاستولوجي والله، قال لك في عندنا حاجه اسمها كربورا ويليشيا وهناخدها تاني في السبيشال. كربورا ويليشيا ما هي الا تجمعات حمراء بلاقيها في اليومن بتاع البروستاتا. واحد يقول لي ده ازاي مثال على الانترا سيلولار هايلينوزس؟ اقول له يا باشا لان التجمعات دي ما هي كانت يعني بسيريال سيلز بتاعت الاسيباي بتاعت البروستاتا وحصل لها شيدنج وحصل لها الهيلاين تشينج، فيعني هي جايه من جوه الخلايا فبنعتبرها مجازا كده ان هي انترا سيلولار. فكركر، عارفين السي ار الثانيه دي ايه؟ حاجه اسمها كروكس هيلاين تشينج. كروكس هيلاين تشينج ده بيحصل في حاله كوشنج، بيحصل تحديدا في الانتيريور بيتويتري سيلز، تحديدا في الخليه البيدوفيلز بتاعت الانتيريور بيتويتري. انا عارف ان الموضوع غير لسه. طب في عندنا حاجه اسمها زنكر ديجنريشن. في زنكر ديجنريشن ده ايه؟ اول حاجه يهمني ان زنكر ديجنريشن ده بيحصل في السكيلت المصري زي الدافرام او الريكتس ابدومينس، بيحصل فيه حاجتين. بيحصل ان المصل فايبرز بتتدمر وينتج عنها فايبرينويد نكروزس، يعني الزنكر ديجنريشن ده مثال عندي للفايبرينويد نكروزس، وكمان بيحصل هايالينوزس في الزنكر ديجنريشن. يعني الزنكر ديجنريشن مثال عندي الحاجتين، هايالينوزس وفايبرينويد نكروزس. تمام ولا مش تمام؟ هتعرفوا تحشيشه ده، تحفظوا التحشيشه دي، الموضوع ده مهم في النظر. الامثله دي بتيجي في الام سي كيو برضه. كل دي بتجمع ماده حمراء مش عارفين اتجمعت ليه، ماده الصبغ احمر ايزينوفيليك، ماده هيالاين او جلاسي بتلمع كده ريفراكتايل. تمام. هو ده الانتراسيلولار هايلوز. طب ممكن الهايلوز يتجمع بقى بره الخلايا؟ فممكن يتجمع بره الخلايا في حاجتين، في الوول بتاع البلاد فيزلز او مش في الوول بتاع البلاد فيزلز. يعني الاكسترا سيلولار هايلينوزس في منه فاسكولار هايلينوزس واكسترا فاسكولار هايلينوزس. الوول بتاع البلاد فيزلز دي مش خلايا. تمام. طيب
يهمني قوي علموني كده في الجول بتاع البلاد فيزلز في البيناين هايبرتنشن. الارتريولز تحديدا، مش الارترز ولا الكابيلرز، الارتريولز لو انا عندي بيناين هايبرتنشن يحصل في الجول بتاعها جاست بس الماده الحمراء اللي تيجي تتجمع دي يحصل فيه هايرينوزس. انما المالينجنت هايبرتنشن الارتريولز تدمر يحصل فيها فايبرينويد نيكروزس، وهنعرفه ده في شابتر السي بي اس وبتيجي في شابتر السي بي اس. ممكن اي حد يروح يقول لنا حاج محمد يفتح لنا التكييف. مين اللي فمهم قوي، مهم قوي ان الارتريولز في البنايل هايبرتنشن يحصل فيها ايه؟ هيراني تشينج. هل ده تدمير للول بتاعها؟ يا جماعه بنايل هايبرتنشن زي ما عرفنا في السي بي اس ان الهايبرتنشن عالي بس مش عالي قوي، يعني 140 على 60 مثلا، 140 على 100 اقصد مثلا. فده ما يدمرليش الول بتاع البلاد فيزلز، يعمل فيها بس تغير اللي هو الهايلاين تشينج تمام، ومش عارفين ليه ده برضه حصل تمام. انما لما يكون عندي مالجنت هايبرتنشن يعني درجه الضغط مثلا 220 على 160 ده يدمر الول بتاع البلاد فيزلز. الول بتاع البلاد فيزلز لما تتدمر بيكون نوع النيكروزس فايبرينويد نيكروزس. مهم قوي مالجنت هايبرتنشن الارتريولز فيها فايبرينويد نيكروزس، والبنان هايبرتنشن الارتريولز فيها هايلاين تشينج. مهم الكلام ده تمام. ده المثال اللي انا عايزه في الباسكولار. في الكسترا باسكولار بقى عارفين الاسبلين، الاسبلين بتاعنا ده اهو، الاسبلين بتاعنا ده اهو له كبسوله، له كبسوله، والكبسوله دي نازل منها ترابيز تمام، وفي وايت بالب وريد بالب زي ما احنا قلنا. عارفين لو اترصف هايلاين ماتيريال في الترابيكولي والكبسوله ده مثال عندي دي بالكسترا باسكولار او الكسترا سيلولار هايلاينز. انما عارفين لو اترصف عند السنترال ارتيريور هايلاين ماتيريال ده اكيد مثال عندي للباسكولار تمام. حد يقدر يقول لي مثلا حاجه في الاسبرين خدتها في شطر سيركيولاتري مع المرض اللي اسمه كونجستيف اسبرين ريالي، يعني الاسبرين متضخم نتيجه جواه دم، الاسبرين الكبير مثلا حصل فيه ثرومبس فالدم اتجمع في الاسبرين جامد قوي، خلاص عندي اسبرين ويجل. لو خدنا منه بيوبسي الاسبرين اللي فيه كونجستيف اسبرين ويجل ده هنلاقي والله متجمع ماده حمراء في الترابيكولي والكبسوله، يبقى دول مثال على الاكسترا فاسكولار هيرنوز. والاقي الماده الحمراء دي برضه الهيلان ماتيريال دي متجمعه في السنترال ارتريول بتاع الليمفويد فولكل، يبقى ده مثال عندي للفاسكولار هيرنوز. يا ترى ايه السبب؟ مش عارفين. يا ترى ليه لا الهيلان ماتيريال دي اتجمعت في حاله الكونجستيف اسبرين ويجل في الوضع ده؟ مش عارفين تمام. فبس علموني بس على الحاجات اللي احنا قلناها دي وان شاء الله انا مش هفوت بقى. نكمل ولا بنروح؟ لا لا هنكمل هنكمل، بس خدوا بريك بالظبط 3 دقايق. عمليك لابس 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 عمليك لابس
زلنا مستمرين في الديبوزيشنز اند الاكوميليشنز، الحاجات اللي تتجمع. يعني جمعنا ماده بره الخلايا وما بين الخلايا اسمها مايلويد ماتيريال، وجمعنا ماده جوه وبره الخلايا اسمها هيلويد ماتيريال، تمام؟ وجمعنا ماده جوه وبره اسمها ميوسين لحد تاني، تمام؟ طب عايزين نجمع كالسيوم، او بلاش نجمع، نعمل ديبوزيشن للكالسيوم. الكالسيوم نورمالي موجود فين في جسمنا؟ السنان والبول، ده نورمال. فين لو اترسب كالسيوم في اي حته في السنان والبول؟ اطلق عليه abnormal calcium deposition، او اطلق عليه pathological calcification. تمام ولا مش تمام؟ طيب الكالسيوم بعين المجرده لانه ايه؟ ازرق. بعين المجرده لانه ازرق. عاش. ابيض. بعين المجرده الكالسيوم لونه ابيض. ركزوا معايا، ركزوا معايا. ده تيومر. ممكن معلش نبطل ده تيومر طالع فين؟ ايه الاورجن ده؟ اليوترس. ما علينا. التيومر حصل فيه باثولوجيكال كالسيفيكيشن، بعين المجرده لون الكالسيوم ايه؟ ابيض. الكالسيوم تحت الميكروسكوب لونه ايه؟ شايفين الكالسيوم الازرق اهو؟ كل ده كالسيوم. تمام. طيب يبقى دي، وعلى فكره قلنا ان الكالسيوم لونه ازرق من الحصه اللي فاتت لو حد واخد باله يعني. طيب ما عليه. عندنا بقى نوعين من الباثولوجيكال كالسيفيكيشن، يعني نوعين من الكالسيوم يترسب بره السنان وبره البول. النورمال ليفل بتاع الكالسيوم في البول من 9 ل 11 ملي جرام بير ديسيليتر، او من 9 ل 11 ملي جرام بير سنتيمتر. ده نورمال سيرم كالسيوم، ده مستوى الكالسيوم نورمال في الدم بتاعك، تمام؟ في عندنا حاجه اسمها ديستروفيك كالسيفيكيشن، وعندنا حاجه اسمها ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. ديستروفيك كالسيفيكيشن يا باشا الليفل بتاع الكالسيوم في الدم نورمال. طب ايه اللي خلى يحصل في كالسيفيكيشن؟ ايه اللي خلى يحصل الكالسيوم ديبوزيشن؟ ان التشو هو اللي سحب الكالسيوم، فاهمين ازاي؟ انما ميتاستاتيك كالسيفيكيشن التشو نورمال. طب ايه اللي خلى يحصل كالسيفيكيشن؟ ان مستوى الكالسيوم في الدم هو اللي عالي. تاد ديستروفيك كالسيفيكيشن، نفس ديستروفي ده يعني تشو يا اما دي جنريتد يا اما تشو نيكروتيك. تشو نيكروتيك يعني تشو ميت، تشو دي جنريتد يعني تشو بايظ، او ايه حاجه بايظه زي ما هناخد الامثله بتاعتها. هل في الموضوع ده بيحصل كالسيفيكيشن في التشو ده او ده نتيجه ان مستوى الكالسيوم عالي؟ لا، ده مستوى الكالسيوم نورمال، ولكن المشكله ان التشو النيكروتيك او التشو ديجنريتد ده هو اللي هيشد لي الكالسيوم يترسب فيه، بسميه ديستروفيك كالسيفيكيشن. مفهوم الكلام؟ طيب انما الميتاستاتيك كالسيفيكيشن ده بيحصل في اربعه اورجنز معينين، وبيحصل فيهم وهم نورمال. طب بيحصل فيهم ليه طالما هم نورمال؟ هل هم هيشدوا لي الكالسيوم؟ لا، بيحصل فيهم لان الكالسيوم هو اللي مستواه زاد في الدم، فيروح يترسب في الاورجنز دي، وهنعرف هيترسب فيهم ليه. مفهوم الفكره؟ طيب ليه بقى يا شباب التشو سواء الميت اللي هو النيكروتيك او التشو اللي هو بايظ يحصل ليه بيشد لي الكالسيوم؟ يقول لك سواء التشو ديجنريتد او التشو النيكروتيك بميكانيزم او باخرى مالناش دعوه بيها، وبعد ما يفضل يعني بعد ما يفضل على التشو النيكروتيك ده فتره، وبعد ما يفضل على التشو ديجنريتد ده فتره، مش اول ما التشو يموت يحصل فيه كالسيفيكيشن، مفيش حاجه اسمها كده. لا، بعد مده يبدا السيتوبلازم بتاع ده او ده يحصل فيه الكالينتي، يبقى البي اتش بتاعت النكروتيك او البي اتش بتاعت الديجنريتد تيشو بعد فتره من النكروز او بعد فتره من الديجنريشن البي اتش بتاعتهم بتكون ايه؟ الكالاين، تمام؟ طب ايه المشكله ما تبقى الكالاين يعني؟ اهلا وسهلا. الكالسيوم لما بترسب بيترسب على هيئه كالسيوم سولتس، تمام؟ ومن اشهر الكالسيوم سولتس حاجه اسمها كالسيوم فوسفيت. والكالسيوم فوسفيت ده اسيدك سولت، يعني بيحب الميديا الايه؟
الالكالاين. فلما تكون النكروتيك او الديجنريتد تيشو ده بعد فتره الميديا بتاعتهم الكالاين فيشدوا لي الاسيد الكالسيوم سولتس اللي اشهرهم كالسيوم فوسفيت يروح يترسب فيهم بيحصل ما يسمى بيه ديستروفيك كالسيوم. سهله بسيطه ايه هو ده بس انا عايز تعرفوا وسيبكم من اي حاجه ثانيه تمام ماشي جاست بس يعني هناخد امثله التيشو ديجنريتد او تيشو نكروتيك. طب تيشو نكروتيك ما احنا عارفين تيشو مثلا حصل فيه كوالتي فيروس زي الانفارشن بيحصل فيها ديستروفيك كالسيفيكيشن اللي كفاكت النكروز زي الباص او الابسس الجينيك ابسس التي بي هو النكروز الفات نكروز حتى الفات نكروز الحصه اللي فاتت كنا قلنا هيحصل فيه كالسيفيكيشن ويحصل فيه كالسيفيكيشن بسبب الموضوع ده وحاجه كمان زياده في الفات نكروز ده ادي الى كالسيفيكيشن ان الفري فاتي اسيد بتحب الكالسيوم. ما عليك في عندنا برضه عارفين البلهارسيا كنا بنقارن كده في البلهارسيا الديد اوفا والاوفا الحيه الليف اوفا الديد اوفا كنا بنقول ان هي بتموت وبيحصل فيها كالسيفيكيشن والبان زرقاء تحت الميكروسكوب لو حد كان فيكم شاف فيديوهات البلهارسيا. طيب في عندنا ثلاث حاجات بنعتبرهم بنعمل الكورس بس هو مش الكورس. حد يسمع عن حاجه اسمها فيكو ليف؟ في اللفظ ليف ده يعني ايه متحجر او حصل فيه كالسيفيكيشن يعني فيكو جاي من فيكا المطر بيقول لك الفيكا المطر لو حصل لها مثلا ريتنشن او ما عرفتش تنزل او مثلا كان عندي في الانتستن دي دايفرتيكولم يعني ايه جيب كده متجمع فيه فيكا المطر مع مرور الوقت فيكا المطر دي متجمعه دي تعتبر عندي زي وان كانها نيكروتيك تشو يعني اهي الفيكا المطر دي يحصل عليها كالسيفيكيشن بسبب الموضوع فيكو ليث يبقى فيكو ليث ايه فيكا المطر متحجره وحصل لها ديسيرفيك كالسيفيكيشن. طيب حد يسمع عن فيليب وليث؟ فيليب ده لفظ ريليتد للفين وليث هتحجر يعني هلاقي حاجه في الفين اتحجرت وحصل لها كالسيفيكيشن تحديدا لما يكون في الفين ده ثرومبس واتحجرت وفضلت موجوده في مكانها لمده طويله ده يعتبر واي كان واي كان نكروتيك تيشو. حد فاهم القصد ايه؟ فسمي الموضوع ده تحجر الثرومبس جوه الفين فيليبوليس. ده اكس راي مش الكالسيوم بيبان في الاكس راي ابيض صح ولا مش صح؟ ادي كان الفين اهو والفين ده كان جواه ثرومباي ثرومباي حصل عليها كالسيفيكيشن حصل ما يسمى بالفيكوليس فانك رجع بالمصدر ده ماشي ولا مش ماشي سهله اهي. طيب حد يسمع عن احد البيبي ايوه الطفل المتحجر او الطفل مش عارف اسمه ايه اسمه ليثو بوديون. بوديون ده جاي منين؟ قال من اطفال اسمه بيدياتر. فبيديون ده يعني طفل او جنين. ليثو يعني ايه؟ متحجر او حصل له كالسيفيكيشن. بيقول لك في حالات رير رير جدا رير قوي في حالات ان الطفل ينزل الطفل ينزل او ما ينزلش يفضل ريتيند جوه بطن الام وهو مش بيبقى طفل كبير قوي زي ما انتم شايفين حاجه صغيره كده وحاجات بتحصل بعد كتبه برجنانسي يعني برجنانسي اللي خارج بالرحم فيفضل الطفل ده قاعد في الجسم هو اوريدي مات وخلاص بس ايه ما حصل له ما يعني مش عامل الم ولا الست دي مثلا في الارياف ما فيش صغار ما فيش حالات رير قوي الطفل كان مكتوبه برجنانسي يعني بره الرحم وريتند ومات خلاص مكتوبه برجنانسي ومات خلاص وقاعد بقى في جسمه قاعد سنه 3 4 وهو ميت. طيب يبدا يحصل عليه يعتبر هو الكريتوش معايا ايه يبدا يحصل عليه كالسيفيكيشن فيما يسمى ب ليفوبوديوم دي حاله رير قوي 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 ماشي. دي امثله من الكريتيك تيشو. طب نيجي لامثله ديجنريتد يعني تيشو بايظ عارفين اشهر حاجه ايه الاثيروسكلروزيس الوول بتاع الارتري ممكن يحصل فيه تصلب شرايين عارفين ايه تصلب شرايين يتكون حاجه كده اسمها اثيروما بليك الحاله بتاعتها في السنه اسمها حاجه ترمي الاثيروسكلروزيس ده يعتبر عندي تيشو بايظ حاجه بايظه حاجه ملهاش معنى كده الاثيروما او الاثيروس كلوريتك بليك دي فيحصل عليها ديستروفيك كالسيفيكيشن تمام. ال الاولد سكار الاولد سكار ممكن يحصل عليها كالسيفيكيشن السكار اللي هي شويه الفايبرس تيشو دول ممكن مع مرور الوقت لو خدت منها بايوبسي الاقي فيه شويه كالسيفيكيشن حصل فيها حاجه اسمها سموها بوزز طبعا ما تسمعوش عندها بالفي سايلنس سموها بوزز دي ما هي الا كالسيفيكيشن بيحصل في تيومر اسمه ميلينجيوما لقوا فيه البرين. مش موجود اهو اهو ده تيومر اسمه ايه؟ ده تيومر الكلكعه المدوره ده اسمها ميلينجيوما لما ببص تحت الميكروسكوب بلاقي حاجه زرقاء بوضز زرقاء البوضز الزرقاء دي بسميها سموها بوضز يبقى سموها بوضز مثال عندي على الديستروفيك كالسيفيكيشن اللي ممكن يحصل في التيومر اللي اسمه ميلينجيوما. مش عارف بيحب يجيبوها في الام سي كيو في الجنرال وانت لسه ما كنتش مش عارف ما عليه. مفهوم البتاع ده الكالسيوم ليفل في الحاله دي ايه؟ نورمال يعني 9 11 ميلي جرام بالديسيليتر انما المشكله ايه؟ ان التيشو ده ميت مع لما مرور الوقت
البي اتش بتاعته بتكون الكلاين فيشد لي الاسيد الكالسيوم سولت فتترسب. تمام. طيب نيجي بقى للنوع الثاني اللي اسمه ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. هل المشكله في الاورجان؟ لا، الاورجان سليم. طب المشكله ايه؟ ان مستوى الدم، مستوى الكالسيوم عالي قوي في الدم فبدا يترسب في الاورجان السليمه. تمام. طيب ليه بنسميه ميتاستاتيك كالسيفيكيشن؟ إيه، حد شافكم شابتر التيومر ولا سيما ولا اي حاجه؟ التيومر تحديدا لما يجينا التيومر بتبعت لي ما يسمى بالثانويات او التاسس. يكون عنده تيومر هنا هو مثلا في الليبر، الاقيه باعت لي كلاكيه ومتاسس في البرين في البول في ما اعرفش ايه. فلفظ متاسس ده ان انا ببعت ثانويات او بنتشر طرق بعيده. فبيقول لك كالسيوم كتير ماشي في الدم هروح يترسب في الاورجنز المختلفه. فجه من هنا لفظ ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. فاهمين ازاي ولا ايه؟ بجد فاهمين ليه الاسم؟ فاهمين التسميه جت ليه؟ ايه؟ من تاني لفظ ميتاستاتيك ده او لفظ ميتاستاتيك ده خاص اصلا بالمالجنت تيومر. مالجنت تيومر في الليفر الاقيه باعت لي فصاي منه او خلايا مالجنت منه في البرين في البول، باعت لي ميتاستاتيك الثانويات. فبيقول لك وانا الكالسيوم عندي ماشي في الدم كتير ومستواه عالي يروح يبعت لي شويه كالسيوم في البول في الكالسيوم المختلف. وبعدين كانه بعت لي ميتاستاتيك فبنسمي الموضوع ده ميتاستاتيك كالسيوم. تمام. ده بيحصل بسبب ايه؟ ان الليفر بتاع الكالسيوم عالي انما الاورجان بتاعتها سليمه. فبيحصل في انهي اورجانز؟ يحصل في الاورجانز، وركزوا بقى في الكلمه دي عشان جابوها في الام سي كيو السنه اللي فاتت ومش موجوده في الكتاب. يحصل في الاورجانز اللي هي ريلاتيفلي الكلاين اورجانز. اورجان نورمال لا هو نيكروتيك ولا هو ديجنريت ولكنه الى حد ما ريلاتيفلي الكلاين. زي ايه؟ زي الاستومك. الاستومك اللي عارفين اللي بتبقى ريلاتيفلي الكلاين، يعني هو تفسير عبيط كده بيقول لك ان هي بتطلع ال اتش سي ال في السيتوبلازم بتاع الخلايا غالبا بيكون ريلاتيف للالكلاين. اللنج الفولاي بتطلع الكربونيك اسيد فالسيتوبلازم بتاعها بيكون ريلاتيف للالكلاين. الكدني بتطلع اليوريك اسيد او بتعمل اكسكريشن اليوريك اسيد فالسيتوبلازم بتاعها بيكون غالبا ريلاتيف للالكلاين. فاهمين الفكره ازاي ريلاتيف للالكلاين دي؟ الكالسيوم هو اللي عالي في الدم، التشو سليم، هو جاست بس ريلاتيف. يعني اشمعنى الكالسيوم اختار الاربع اورجان دول عشان يترسب فيهم؟ لان هم دول النورمال اورجان اللي ريلاتيف للالكلاين. سهلة بجد صح؟ ماشي؟ طب احنا عايزين بس نتكلم على ايه هي الاسباب اللي تزود الكالسيوم في الدم؟ حاجات بطنة اصلا، يعني ده موضوع بطنة. في عندنا إيه اللي يزود الكالسيوم في الدم؟ ان الكالسيوم بيمتص كتير قوي قوي. مين المسؤول عن امتصاص فيتامين دي؟ طيب. يعني الكالسيوم بيمتص كتير قوي؟ ما جايز انا باكل كالسيوم كتير اصلا. او باكل فيتامين دي كتير. او عندي فيتامين دي إيه هايبر فيتامينوز، يعني فيتامين دي كتير قوي فهيمتص لي كالسيوم كتير قوي. او حاجه اسمها ميلك الكالي سيندروم. واحد عنده رطب كالسيوم عنده قرحه معده، قرحه في المعده، قرحه في المعده دي بياخد لها انتي اسيد. تمام. اهو من احد الانتي اسيد الكالاين كالسيوم سولت. زي مين؟ كالسيوم كربونيت ده الكالاين كالسيوم سولت. تمام. يعني انا بدي له الكالاين كالسيوم سولت اللي هو انتي اسيد. تمام. وكمان العيان اللي عنده رطب كالسيوم ده بيشرب ميلك، الميلك بيريح او بيهدي موضوع القرحه بتاع المعده ده، والميلك ده فيه كالسيوم هو كمان. تمام. يعني هو دلوقتي بياخد انتي اسيد فيه كالسيوم وبياخد ملك فيه الكالسيوم فيحصل له ايه؟ اوفرلود للكالسيوم يعني. تمام. بس دي حاجه اسمها ملك الكالي سندروم. طيب دي حاجات زودت الابزوربشن بتاع الكالسيوم. طيب ممكن حاجه تزود لي نسبه الكالسيوم في الدم ثانيه غير موضوع الابزوربشن ده؟ ان انا اكسر الكالسيوم اللي في العظم ارجعه الدم، اكسره بسبب مثلا باراثرمون. يعني لو عندي هايبر باراثيرويديزم طلع لي باراثرمون كتير قوي يعمل لي بون ريسورب عشان يكسر لي العظم يودي لي الكالسيوم في الدم، يعمل لي هايبر كالسيوم. تمام. وحاجتين شبهها هتاخدوا التفسير بتاعهم في البطنه، كوشنج وسيروتوكسيتوزيس. كلهم حاجات عاليه، هايبر بارا، كوشنج، سيروتوكسيتوزيس. كل دول يزودوا لي الكالسيوم في الدم لان هم بيكسروا لي الكالسيوم اللي في العظم يودوه الدم. حاجه مهمه بقى جدا وركزوا معايا بقى، التيومر المالجنت تيومر. التيومر ممكن تعمل لي بون ديستراكشن. ازاي الكلام ده؟ ركزوا معايا في الحته دي. لو انا عندي البون بيطلع منها تيومر اصلا، يعني في عندي حاجه اسمها برايمري بون تيومر، البون ممكن يطلع منها تيومر. لو انا عندي برايمري بون تيومر زي مثلا ايه؟ حاجه اسمها اوستيوساركوما. دي هتكسر لي التيومر وهو طالع عمال يكسر، فعمال يكسر لي الكالسيوم بتاع الكالسيوم بتاع البون، يوديه الدم يعمل له هايبر كالسيميا، يوديه الى امتصاص الكالسيفيكيشن. سهله دي. انما افرض عندي مثلا ليفر تيومر. الليفر تيومر ده بيبعت لي ما يسمى بالميتاستاسيس اللي تروح لاورجنز مختلفه للبرين اللي ممكن تروح المتاسس دي للبون. فالميتاستاسيس بتاعت التيومر اللي وصلت للبون تقعد تاكل لي في البون وتكسره لي، فتزود لي نسبه الكالسيوم في الدم تؤدي الى ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. ولا كلمه حاجه. تيومر يبعت لي ميتاستاسيس، يعني
توسع لي الماليجنال سيلز بتاعته في اماكن مختلفه من ضمنها البون. الداسه دي لو توصل البون تقعد تكسر لي فيه. فالكالسيوم بتاع البون عمال يكسر ده يروح فين؟ في الدم يحصل لي هايبر كالسيمي. اللي هو انا لما يبقى عندي هايبر كالسيمي ده بيودي الى ايه؟ بيستشعر في الكالسيوم في الاورجانز كلها فيما يطلق عليه ميتاستاتيك كالسيوم. فهمت بقى الفرق ما بين لفظ الداسه بتاع التيومر ولفظ الداسه كالسيوم؟ ايه. وفي عندي حاجه مهمه بتيجي في الام سي كيو، حاجه اسمها ساركيدوزس، ودي انفكشن عندنا في شابتر الانفكشن شبه الانفكشن بالظبط. ساركيدوزس ده بيكون معاه زياده للماده الاوليه بتاعه الفيتامين دي، زياده للفيتامين دي بالكيرز ده. فلما يزيد الفيتامين دي بالكيرز هيزيد الفيتامين دي، هيزيد ايه الابسوربشن بتاع فيتامين كي، الكالسيوم بتاعه هيبقى كالسيوم يعني. سهل الكلام، سهل الكالسيفيكيشن صح؟ ماشي اتفضل. ساعه كام؟ ربع. طب هناخد ربع ساعه كمان، اي حد عايز يستاذن براحته. بس يقولوا باب يا شباب معلش، بعد شباب الباب معلش.